ان شاء الله زينة بطولة لينا اليوم الترجي كالعادة تزهينا. اصدقائي المشاهدين متتبع الجزيرة الرياضية، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى قمة الاحد، الى القمة الافريقية، الى قمة القمم هنا في سيمي فاينل الكاف شامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي والنادي الاهلي هنا في القاهرة، قاهرة المعز. على طول تبدأ المباراة تحت الصافرة العربية الليبية من عادل الراعي. تصفح التشكيل الترجي الرياضي التونسي، حارس مرمى وسيم نوارة، على اليمين ايمن بن عمر، على اليسار خليل شمام، وسط الدفاع بن منصور والهيشري وليد، ثنائي الارتكاز في وسط الميدان 23 خالد القربي، 26 مجدي التراوي، هاريس سونافول على اليمين، على اليسار صابر خليفة، واسامة دراجي وراء المهاجم النيجيري ايرامو. اذا المباراة تنطلق في لحظات هنا في القاهرة على تشكيل النادي الاهلي. في حراسة المرمى شريف كرامي، على اليمين احمد فتحي، على اليسار شريف عبد الفضيل، احمد السيد ووائل جمعة سنترال، يلعب 25 حسام عاشور، 6 شهاب الدين احمد، 8 بركات، 21 تريكا، ورقم 7 محمد فضل مع المهاجم الليبيري فرانسيس. اذا ننطلق على بركة الله. سيمي فاينال لوبومباتشي انتهى 3-1 للمازامبي بطل القارة على جي اس كا. ممكن سبب خسارة جي اس كا شيئين في رأيي، المباراة ضاعت في الشوط الأول، هذا رقم 1. ورقم 2 الفريق الجزائري الهدف التعادل ضيعه، لأنه ضيع تركيزه وخرج من المباراة، وتصور أنه ترشح أو تعادل في لوبومباتشي. هكذا كانت معطيات الفصل الأول في استاد المازامبي، بانتظار الفصل الثاني في تيزي وزو. ننطلق مع الترجي التونسي، الكرة للفريق العاصمي لهاريسون افول. هاريسون يلعب كرة، مباراة لا تحتمل التقديم لأنه موجودة، تقديمتها موجودة فيها، منها فيها الترجي والأهلي. مباراة القمة، مباراة نهائي قبل الأوان، مباراة تاريخ بين 14 بطولة لوحش القارة الأهلي وبين 9 ألقاب خارجية في خزان نادي العاصمة الترجي الرياضي التونسي. شهاب الدين أحمد، معركة الوسط، لذلك سميتها الليلة بحرب المواقع. الرامو ضد السيد، الهيشري ضد فضل، بركات في وسط الميدان، والصراع مع التراوي القربي وتريكا، وأيضا صراعات الدراجي مع عاشور. حرب المواقع لمن الليلة في استاد القاهرة الدولي. دقيقة لعب في الشوط الأول، البداية لابد من تركيز الأهلي. قيل ويقال عن وضعه، عن سوء أحواله، عن تراجع، ولا أرى في الأمور من هذا القبيل. الأهلي هو الأهلي، فريق البطولات، فريق التتويجات، فريق ال 14 لقب قاري، هذا 80 مباراة في الشامبيونز ليج. أحمد فتحي، بركات، تريكا عندهم أكثر من 60 ماتش في الشامبيونز ليج. جيل حقق إن شاء الله زينة بطولة لينا، اليوم الترجي كالعادة تزهينا. أصدقائي المشاهدين متتبع الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قمة الأحد، إلى القمة الإفريقية، إلى قمة القمم هنا في سيمي فاينل الكاف شامبيونز ليج. الترجي الرياضي التونسي والنادي الأهلي هنا في القاهرة، قاهرة المعز. على طول تبدأ المباراة تحت الصافرة العربية الليبية من عادل الراعي. تصفح التشكيل الترجي الرياضي التونسي، حارس مرمى وسيم نوارة، على اليمين أيمن بن عمر، على اليسار خليل شمام، وسط الدفاع بن منصور والهيشري وليد، ثنائي الارتكاز في وسط الميدان 23 خالد القربي، 26 مجدي التراوي، هاريس سونافول على اليمين، على اليسار صابر خليفة، وأسامة دراجي وراء المهاجم النيجيري ايرامو. إذا المباراة تنطلق في لحظات هنا في القاهرة على تشكيل النادي الأهلي. في حراسة المرمى شريف كرامي، على اليمين أحمد فتحي، على اليسار شريف عبد الفضيل، أحمد السيد ووائل جمعة سنترال، يلعب 25 حسام عاشور، 6 شهاب الدين أحمد، 8 بركات، 21 تريكا، ورقم 7 محمد فضل مع المهاجم الليبيري فرانسيس. إذا ننطلق على بركة الله. سيمي فاينال لوبومباتشي انتهى 3-1 للمازامبي بطل القارة على جي اس كا. ممكن سبب خسارة جي اس كا شيئين في رأيي، المباراة ضاعت في الشوط الأول، هذا رقم 1. ورقم 2 الفريق الجزائري الهدف التعادل ضيعه، لأنه ضيع تركيزه وخرج من المباراة، وتصور أنه ترشح أو تعادل في لوبومباتشي.
هكذا كانت معطيات الفصل الأول في استاد المازيمبي، بانتظار الفصل الثاني في تيزي وزو. ننطلق مع الترجي التونسي، الكرة للفريق العاصمي لهاريسون أفول. هاريسون يلعب كرة، مباراة لا تحتمل التقديم لأنه موجودة، تقديمتها موجودة فيها، منها فيها الترجي والأهلي. مباراة القمة، مباراة نهائي قبل الأوان، مباراة تاريخ بين 14 بطولة لوحش القارة الأهلي وبين 9 ألقاب خارجية في خزان نادي العاصمة الترجي الرياضي التونسي. شهاب الدين أحمد، معركة الوسط، لذلك سميتها الليلة بحرب المواقع. الرامو ضد السيد، الهيشري ضد فضل، بركات في وسط الميدان، والصراع مع التراوي القربي وتريكا، وأيضا صراعات الدراجي مع عاشور. حرب المواقع لمن الليلة في استاد القاهرة الدولي. دقيقة لعب في الشوط الأول، البداية لابد من تركيز الأهلي. قيل ويقال عن وضعه، عن سوء أحواله، عن تراجع، ولا أرى في الأمور من هذا القبيل. الأهلي هو الأهلي، فريق البطولات، فريق التتويجات، فريق ال 14 لقب قاري، هذا 80 مباراة في الشامبيونز ليج. أحمد فتحي، بركات، تريكا عندهم أكثر من 60 ماتش في الشامبيونز ليج. جيل حقق المصر ثلاثة كان، إذا فريق عنده التجربة والخبرة ضد فريق جيعان للشامبيونز ليج اسمه الترجي الرياضي. البداية قوية جدا، صراع بدني، الهيشري حذاري، يمشي وليد في التغطية، وليد الهيشري ويجيب أوت. 6 أمتار للوسيم نوارة. رحلة الترجي إلى القاهرة على أمل تحقيق سكور طيب في استاد النادي الأهلي، قادته في طائرة خاصة كما هي العادات يوم الجمعة. البارح في نفس توقيت الماتش الترجي أجرى حصة تدريبية وحيدة لاكتشاف الميدان لفريق جديد نواته من الشبان، بوجود دراجي ومساكني، القربي، بالمنصور، شمام أو نوارة. معدل الترجي كأعمار ممكن في 23 سنة، فريق يقولون تعوز الخبرة لكن لا تعوز الروح والجرينتا من أجل النجاح. يمشي الهيشري، بداية المباراة يلزم يدخلها الترجي بشكل ممتاز. مباراة تلعب في جزئيات، صورت ألف ومليون سيناريو للماتش، كيف تكون البداية، الكروت، الأوراق، الفرص، المحاولات، الحوارات الفردية والدويل، لمن سيكون؟ قلت حرب المواقع لمن ستكون؟ دراجي والرامو، ركنية، ركنية للترجي الرياضي يا عاشور. ترجع الكرة لفريق الترجي التونسي، هذه خشبة حسام البدري. مباراة صعبة على المدربين الاثنين، حسام هو فوزي البنزرتي، المدرب اللي لعب كأس افريقيا للأندية البطلة من عام 87، عنده تجربة افريقيا يعرفها، حومة حومة، شارع شارع. اليوم مطلوب خبرة فوزي تنزل في أرضية القاهرة مع الشمام، والكرة عند عاشور، حسام عاشور. النادي الأهلي قبل 12 هدف، الترجي قبل 11 هدف، وبالتالي نقطة تشابه بين دفاعين أنهم عندهم مشكلة على مستوى الدفاع. تمشي كرة طويلة لفريق الترجي، دراجي الرامو. الحديث عن هذا الدويتو، عن هذا الثنائي، لكن محاصرة هذا الثنائي سيترك مساحات للاعبين مثل فول وخليفة. اختيار صابر على يوسف المساكني، لأنه من الجانب الدفاعي صابر خليفة أفضل من يوسف، وبالتالي في الجهة اللي فيها القوي أحمد فتحي، فوز البنزرتي يحب يغلق المنافذ، يسكر اللعب على فتحي. وقف مليح فريق باب سويقة، تمشي كرة عن طريق الرامو، محالي بدلنا، يمشي للغير الرامو النيجيري، عاش في خيرنا سنين برا الرامو، الشفقة قطعها. ترجع الكرة الدراجي، أسامة دراجي، نرحب بانضمام مشاهدين العرب في أمريكا وأستراليا، بادرة جديدة وكسب جديد على مستوى الحقوق لقنوات جزيرة العرب. تمشي الكرة لبن عمر، 6-7000 مناصر للترجيين في استاد القاهرة. فوز البنزرتي الانتحاري، الكومنتوس كالعادة صرح كما ذكريات 94 ضد الزمالك في نهائي كأس الأبطال، قال سنلعب النصف النهائي كأنها مباراة واحدة، أريد التأهل في القاهرة، أريد الفوز أمام الشياطين الحمر. خالد القربي، لابد من الهدوء خالد، انه لاعب محوري، ركيزه من ثوابت الترجي، انا اسميه الفدائي، لابد اليوم انه يتعامل برشا خبره، برشا صنعه مع وضعيه المباراه. تمشي كره القري، الترجي بادي ضاغط في البدايه،
محاولة التأثير النفسي، محاولة صدم المنافس، محاولة القول من خلال الأقدام أني موجود. الرامو الرامو مايكل ركنية لضربة مرمى. هذا هو النيجيري هداف الشامبيونز ليج، عنده سرعة. الثامن هو مطلب جماهيري يا مايكل. الترجي الرياضي والنادي الأهلي بذكريات التسعين، 0-0 في المنزل، 0-0 في القاهرة، وتأهل الترجي ركلات ترجيح 4-2 بعد تألق العملاق الواعر في صد كرتي أسامة عرابي وعصام ربيع. 2001 0-0 في استاد القاهرة، والتعادل 1-1، الهدف التاريخي للأهلاوية عن طريق عبد الحفيظ. ثم كان دور المجموعات 2007 والانتهاء 3-0 للأهلي هنا في استاد القاهرة، والتعادل أو انتصار الترجي في هذا القزاوي هناك في دورة المتوسط خمس. مباريات الهدف فوز أهلاوي، فوز ترجاوي، أربع تعادل، السابعة وهي الأهم لمن؟ الترجي لم يسجل أي هدف في تاريخ مواجهاته مع الأهلي في القاهرة. لأنه السنة 90-7 ضد مايكل الرامو. اذا نيجيري في فورمة، اذا اسامة في يومه باش يوصل له الكرة، باش يتعب برشا الدفاع الاهلاوي والدفاع الاحمر. كرة 12 مرة ترجي عبد القاهر، ولا مرة فاز، 6 تعادل 6 هزائم. اليوم اللي يكسر هذا الحاجز وهذا العائق من فريق الترجي. ترجع الكرة عن طريق احمد فتحي قدام صابر خليفة. يضغط فريق الترجي بدون اخطاء حذاري. احمد فتحي خطيرة جدا، والكرة في كتف مع كتف، يقول عادل الراعي يقول الكرة فيها فاول على الفريق التونسي. الترجي التونسي يلعب ضد التاريخ، يلعب ضد نادي جماهيري كبير، 80,000 في استاد القاهرة. لكن برافو لجمهور الكشخة اللي تقريب أكثر من 4,000 مشجع موجودين في استاد القاهرة. ما يعرف تاريخيا في استاد ناصر في هذه الأجواء الساخنة، لكن الأجواء التي يسودها جانب كبير من روح الرياضية. سأحكي عن استقبال الأهلاوية وعن جماهير الأهلي والترجي في احتفالات هذه الأيام أو هذا الأسبوع الساخن عشناه في تونس وعاشوه الإخوان في قاهرة المعز. خطيرة جدا من مدرك. الكرات الثابتة سلاح، الكرات الثابتة حل من الحلول، بل نقول في ماتش متقارب يكبر حلول. يمشي مدريكا ترجع بالراس، برافو دفاع للترجي موجود. احمد فتحي البريسينج والضغط، صابر خليفة يعديه لكن بن منصور ما يتعداش. الرامو الكونتر وصلاله، دراج يلعب كرة لفول، يدخل يتقدم هاريسون، هاريسون لفول، الرامو جول 1-0 من الدرج الرياضي اوفسايد. اوه وصل لبرا الرامو، الشط الله يا نيجيري، من اول كورة يؤكد انه موجود. في الدقيقة الثامنة الترجي يخترق الحدود الا الاوفسايد، من منع من الفرحة الأولى؟ اوفسايد موجود، تسلل عليه الرامو. الترجي مركز، والترجي ان شاء الله في يوم كبير، يوم من ايام الحمراء والصفراء. ويقف مليح في وسط الميدان، ماتش الرجال اليوم، اولاد الرجال عن طريق الوسط للفريق التونسي. دراجي، دراجي للتراوي الوحيد اللي ربح الشامبيونز ليج هنا في القاهره ضد الاهلي 2007. يمشي الرامو فخطا ضد مايكل، في فاول واضح ضد النيجيري. الترجي يلعب بالقميص الابيض لتشابه الالوان باعتبار طغيان الرقم واللون الاحمر في فانيلة الفريقين. في غياب الترجي يلعب بالاحمر والاصفر الصغير، والاهلي سيلعب بالاحتياطي اللون الازرق. هذا هو شريف اكرامي، ابن اكرامي حارس السبعينات والثمانينات في الكره المصريه. تنبيه شديد اللهجه، الترجي يؤكد انه موجود. بن عمور يلزم يتفادى تماس، معركة الليلة هي تفادي حتى انصاف التماس. ترجع الكرة ممتازة لكن بعيدة، قوية على الهاريسون. هذا هو الغاني أفول، ورقة في الشوط الثاني اسمها يوسف المساكني. ترجي عنده برشا خيارات، برشا اختيارات قادر ينجح بها الليلة في ماتش العمر لهذا الجيل
بذكريات بالنادي الجوهر الحمروني الواعر الهجري محجوبي بالنادي حسان القابسي كدور بالحسن والمرحوم بلها وكانت مالكولي جيل 94. تمشي كرة شريف عبد الفضيل في غياب سيد معوض الترجي ارتاح من الباك ليفت لانه جناح نفاثه سيد معوض الاصابه ان شاء الله يرجع في قادم المواعيد. ترجع الكره لشهاب الدين احمد عنده الصواريخ وعاشور عاشور يلعب الكره لاحمد فتحي وبرافو صابر خليفه لازم يغطي مليح يلزم يعاون برشا شمام في الفلونكوش نتاع النادي التونسي الترجي الرياضي. تمشي الكره احمد فتحي بالراس تتهيأ الكره الثانيه ترجع للترجي من خطا ومن فاول. 10 دقائق في الشوط الاول التعادل ما زال هنا في استاد الكايرو 0 لسبيرونس 0 النادي الاهلي. هذه المره 27 للفريق المصري يلاقي فريق تونسي في الكؤوس الافريقيه والاقليميه العربيه. 7 مره يلعب ضد الترجي 7 ماتشات ضد ليتوال 6 ضد السي اس اس 3 ضد السيا و3 ضد مستقبل مرسى و1 ضد باجا. ترجع كره طويله تمشي الرامو معلومة تاريخية مهمة جدا الأهلي لم يخرج من السيمي فاينل إلا مرة واحدة في تاريخه لعب 13 سيمي فاينل ترشح في 12 وخسر دور أربع وحيد خسر 88 ضد ستيف بركلات الجزاء الترجيحية. معلومة أخرى الترجي يلزم يكسر حاجز تاريخي للفريق المصري أو المصروية النادي الأهلي 13 سيمي فاينل 13 دومي فينال 13 مربع ذهبي 13 نصف نهائي لعبوا في مصر ما قبل ولا هدف واحنا عارفين واحنا مدركين متيقنين انه طريق الفاينل يا الشمام يمر من زياره شباك الحارس شريف كرامي. تمشي كره دراجي دراجي يضغط عليه عاشور الكره تضيع على اسامه ترجع في وسط الملعب الترجي دخل مليح دخل به في المباراه بن منصور بن منصور يلعب الكره الثانيه ياخذها دفاع النادي الاهلي في وسط الميدان سير على الرجال والكره ترجع عن طريق القربي القربي لصابر خليفه برشا ثقه برشا صنعه يلعب فريق باب السويقه دراجي الكره تضرب في وائل ستبقى لترجي تونس. الترجي الرياضي متوازن في وسط الميدان دفاعه تصلح برشا هذا الموسم ممكن مقارنه مع الموسم الفارط وعنده كتيبه اعدام دراجي افول امساكني الان يلعب خليفه قدامه يرامو كتيبه اعدام بيتم معنى الكلمه. الترجي يتصدر الدوري التونسي الاهلي فاز في اخر مباراتين اخرها مع الفريق الانتاج الحربي 2-1 وركنيه الركنيه الثانيه والكرات الثابته. أذكرك يا خليفة ب 17 من ديسمبر 94 كورة بالناجي تلعب لها بالراس كورة في مرمى السيد إذا كورة لإعادة الأمجاد. الذكريات تمر عبرا يا ماهر من انتصار تاريخي على بطل القارة. تمشي الكورة على القائم الثاني والحارس شريف كرامي شكون يقابل يمشي يلعب الترجي الكورة من التماس شريف كرامي حارس متمكن حارس ممتاز كما هي ذكريات الجول كيبر الكبار في الاهلي من المرحوم ثابت البطل لكرامي لشوبير الى عصام كمال الحضري. ايمن بن عمر يلعب كره بعيده ترجع اوت ضربه مرمى لفريق النادي الاهلي. نقطه للانتباه النادي الاهلي اخطر وافضل في الشوط الثاني سجل 8 اهداف في الشوط الثاني مقابل 5 فقط في الفيرست هاف. الترجي قوته وبايو نصيبه ياخذوا في الفترة الأولى 16 هدف في الأشواط الأولى مقابل 9 فقط في الثاني. بينما ترجع كرة من تريكا تريكا يلعب كرة خطيرة فرانسيس يسدد كرة يا ساتر يا الله النادي الأهلي يخلق فرصة عن طريق الليبيري لكن لم ولن يكون جورج ويا 29 جورج ويا على قده فرانسيس لعب بداية تحسس طريق الفريق الأحمر قال للصحافة المصرية كفاية مقارنات مع اللاعب فلافيو امادو انا افضل منه سانجح حذاري بالكرات الثانيه دوسيام بال يضربه مليح شهاب الدين احمد عنده صواريخ. اذكر الهدف في مرمى التيحه الاتحاد في مرمى سمير عبود اذا حذاري بوتريكا يعطي اول باس صاحب 95 هدف في مشواره مع النادي الاهلي ومع الترسانه في البدايات. بوتريكا اللي يقترب من النادي المئوي اكيد باش يوصل ل 100 هدف
بوتريكا اللي ينجح برشا للامانه مع الانديه التونسيه، انه سجل اهداف مع ليتوال او في ليتوال، سجل اهداف في الترجي 2007، سجل 3 اهداف مع نادي صفاقسي، ممكن هدف ما نحبوش نتذكروه كتوانسه وهما كمصريين يتذكروه باستمرار في نوفمبر 2006. نرجع للقاء، نرجع للمباراه، نلتصق اكثر باللعب، وسط الميدان كره النادي الاهلي، بركات ديما قلنا المفاتيح تريكا وبركات، معوض على اليسار وشويه فتحي من اليمين. صابر خليفه حاول يعاون شمام، شمام بامتياز والكره تمشي لصابر، فما برشا مساحات، يتقدم صابر خليفه، صابر خليفه لفريق الترجي الرياضي، فيها خطا، فيها مخالفه للترجي الرياضي، فيها مخالفه لمن حقق اول جرون شلام في تاريخ افريقيا، كاس الابطال، كاس الكوس، كاس الكاف، سوبر الكاف اند لافرو ازياتيك. خطا واضح لصابر خليفه. مباراة من الناحية البدنية ستكون قوية جدا، مباراة تكتيكية من على الطراز بين البدري وفوزي، وأيضا مباراة اللاعبين بينما السال عند شريف، شريف كرامي، ترجع الكرة لعبد الفضيلة وبركات، هذا بركات صاحب 21 هدف، 14 في الأهلي، 7 مع الإسماعيلي في كأس أفريقيا. تمشي الوال جمعة، وال يلعب الكرة الفتحي، الترجي البريسينج، القرب يعمل ضغط، ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الميدان، خلينا مساحة، خلينا مكان، ولكن سوء التمرير يعطي فرصة للترجي ليستعيد مكانه في مناطق دفاع الأهلاوية. ذكر أنه مشكل كبير لفريق حسام البدري هو خروج الكرة، بطيء جدا، ثقيل برشا، تلوع بالكرة من فريق الأهلي، هذا ممكن يعطي إمكانية للترجي أنه يرجع بسرعة وما يتباغتش بالكونتر اتاك. ترجع الكرة، الرامو بعيدة، سهل الحارس شريف كرامي، يلعب بحذر فريق النادي الاهلي الان، لحد الان ما فيه ضغط من الفريق المصري، لكن باش يجي وقت يلزم يحاول الفريق القاهري ويلزم يكشف نفسه على مستوى الدفاع، ما فيش كلام، لن يلعب طيلة 90 دقيقة بالصفر صفر، بينما تريكا وبن منصور يحتاج لوقت باش ياخذ ثقة أكثر، وبرافو ممتاز دراجي، دراجي يعطي كورة باس، كان ممكن تكون أفضل، مازال ما دخلش أسامة، مازال ما دخلش دراجينهو. تمشي الكرة لوائل جمعة، وائل يلعب كرة، واقف مليح الترجي في وسط الميدان عن طريق القربي، باس ولا أحلى، يمشي الدراجي للأحلى ولا أحلى، يتقدم أسامة، أسامة يعمل أكسلراسيون، أسامة الرامو، كرة ناقصة على مايكل، ترجع الكرة البركات. فما ريتم في المباراة، فما تونسيتي كبيرة في اللقاء، إثارة موجودة في لقاء الشمال الإفريقي، هو خطأ يستفيد منه فريق النادي الاهلي للاعب الليبيري فرانسيس. مباراة ملوك افريقيا، الترجي والاهلي 27 لقب دولي في خزائن الناديين، 18 للاهلي 9 للترجي الرياضي، بين اقليمي شمال افريقيا وبين عربي وبين الكاف، وهي البطولات المعترف بها على مستوى الفيفا. من سيذهب الى ابو ظبي؟ معركة النجوم بدأت في القاهرة، والكرة تمشي لتريكا، واحدة اثنين خطيرة جدا، بركات يلعب كرة على القائمة الثانية، طويلة شوية، طويلة شوية، وتخرج من صالح الترجي ولمصلحة شيخ الأندية التونسية. حذاري، حذاري في هذه المباراة، البارحة كانت مواجهة أولى تونسية مصرية، على فكرة الأندية التونسية والأندية المصرية التقاو 65 مباراة في إطار مسابقات الكاف، وهو رقم قياسي في القارة. ما فيش بلدين، ما فماش اثنين لعبوا مع بعضهم في كؤوس القارة الإفريقية مثل الأندية التونسية والأندية المصرية. الأندية المصرية ربحت 26 مرة، أندية تونس ربحت 18 مباراة، آخرها من 24 ساعة 3-1 للسي اس اس، مبروك نصف نهائي في الكونفدريشن على حرس الحدود. صابر خليفة يغطي مليح، ورقة الشوط الثاني ستكون يوسف المساكني، إن شاء الله يكون في التوب، ضو النتيجة وفي أعقاب ما سنراه من متابعة لهذه القمة المصرية التونسية. بتايا كورة في وسط الميدان عن طريق شهاب الدين أحمد، لاعب شاب وجديد في الفريق الأحمر، يتقدم للخبرة، بركات يطلع بالكورة عن طريق حسام عاشور، يلعب شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل، ترجي يحاول يضيق المساحات، البلوك الدفاعي الأول يبدأ من وسط الميدان، ترجع الكورة عن طريق فتحي، فتحي والوان تو ما تتمش، القرب بادي مليح، وترجع لخالد، خالد في كرة وفي كونتر، يمشي الرامو لكن 3-1، محتاطين برشا من مايكل، والرامو يستنى ويلعب، والكرة تمشي لأسامة، دراجي لافول، هاريسون يطلع لأيمن بن عمر، الترجي لا يغير التكتيك مهما كان حجم المنافسين،
دائما الشعار الهجوم، دائما الغاية الأهداف، ودائما الحرص الانتصار. يمشي صبر خليفة، يتعدى صابر، فيها فاول، في عملية اعتراض من أحمد فتحي خطيرة جدا للترجي، ممكنة جدا في يوم كل الإمكانيات أيها الترجي. هذه الكرة والمراوغة، الأوبستركسيون كانت واضحة، عملية الإعاقة من أحمد فتحي لاعب قلت الإسماعيلي السابق، عمل تجربة في الشيفيلد في إنجلترا ورجع للفريق الأحمر. 20 دقيقة لعب بالضبط في الشوط الأول، صفر النادي الأهلي، صفر الترجي التونسي، هنا في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة 14. تونس كسبت البطولة مرة عن طريق النجم، بينما الأندية المصرية ربحوا 5 مرات، 4 للأهلي وواحدة للزمالك. نحكي على تاريخ الشامبيونز ليج من 97، بينما كرة عرضية، كرة القربي وراس شكون، الهيجري بذكريات مازيمبي أو الرامو بذكريات أهداف في الدوري، أو يكون الدراجي بذكريات أهداف رأسية وحشناها يا بيكاسو. تمشي الكرة عن طريق القربي، خطيرة جدا، ممكنة فرصة والهيجري، لكن الحكم يقول خطأ، يقول خطأ لمصلحة النادي الأهلي. والكرة الثانية اتنبأ بما هو قادم، يقولون يا شريف الثالثة ثابتة، سنرى لنحكم، نحكم لنعلق، نعلق لنتكلم، نتكلم لنفرح بإذن الله. ترجع الكرة وسط الملعب، فرانسيس يفقد الترجي، ترجع من هاريسون أفول بعيد على إيرامو، ترجع الكرة، الترجي ماخذ وسط الميدان في البدايات، العبرة دائما في الخواتيم يا إيرامو. امشي مايكل، مايكل في فورمة كبيرة، إيرامو سجل انتصارات الترجي في 3 ماتشات الأخيرة في الدوري، ضد جرزيس، في باجا، وفي قفصة. الرامو اللي كان أيضا العام الماضي نجم دوري أبطال العرب مع دراجي، هو أبو عزم الغائب الأبرز عن مباراة الليلة. تريكا يلعب الكرة، تريكا لشريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل في وسط الميدان، مش لاقي حلول للنادي الأهلي. ترجع الكرة لعاشور، عاشور يمشي الكرة، شهاب الدين أحمد، شهاب الدين يطلع لبركات، بركات يطلع الكرة، يخرج اللاعب فضل، محمد فضل، حذاري خطير جدا فضل، لاعب الإسماعيلي السابق، هي الكرة لتسديدة تمشي للدفاع، وقف منيح دفاع الترجي لعرق الهجمة، أهلاوية قاهرية مصرية، تلعب عن طريق بركات، يمشي يوزع بركات، ترجم بن منصور، بن منصور كرة الخليفة، خليفة يعطي كرة القدام، نوع من رولانس بكرة قوية، يحاول يوصل الرامو، الرامو سيضغط على وائل، وائل كيما جات اتساءل مأمورية وسيم نوارة، لا خوف على وسيم. كرة عند نوارة للهيشري، هيشري لبن عمر، وصلنا منتصف الشوط الأول، ترجي دخل المباراة تحسن، بينما الكرة تمشي للرامو، الرامو الرامو، وفي خطأ، يقول الحكم للترجي الرياضي لمايكل الرامو. قوة الطبيعة ما شاء الله، 5 وخميس مع المهارات والفنيات من الرامو مايكل. هذه الكرة الأخيرة وهذه المحاولات لفريق الترجي، علي أن يستغل الكرة الثابتة، مثل هذه الكرات الثابتة من عرضيات تشكل خطورة، خاصة أن النادي الأهلي مشكلته هذه الكرات، النادي الأهلي برشا أهداف قبلهم من هذه الكرات، على الترجي أن يستثمر هذه الفرص، يريد نحصل مخالف على 18 في التزويت، على حدود 18 بتاع دراجي. تمشي كرة من قربي، قربي يلعب كرة خطيرة، هذه هي بالراس، فرصة كبيرة، وائل جمعة، وائل جمعة ينقذ الأهلي بخبرته وتاريخه الطويل، لاعب غزل المحلة القادم للفريق الأحمر من عام 2001، ربح دوري أبطال أفريقيا الرباعية الخالدة مع مانويل جوزيه. 2001 كان لعب في لقاء الترجي والأهلي في نصف نهائي 2001، 0-0 في القاهرة 14 أو 4 أكتوبر، يوم 17 من شهر 10 كان الفوز بالهدف تاع السيد عبد الحفيظ في 1-1، رغم أن الترجي سجل مبكر جدا عن طريق ديلتون أول دقيقة، لكن السيد عبد الحفيظ حقق الهدف التاريخي للمصريين في الدقيقة 76 في مباراة أدارها الشلماني. الرامو لحد الآن متفوق بوضوح بدنيا، اللاعب النيجيري على ثنائي المحور السيد هو أيضا وائل جمعة. 25 دقيقة لعب في الشوط الأول، ترجع الكرة من شريف، تحسوا أنه الأهلي
ماهوش مندفع في الناحيه الهجوميه، بيشوف نوايا الترجي. وحسام يستنى شويه في هذه المباراه، نتيجه الضغط والبريسينج العالي بتاع فريق باب السويقه. تمشي بركات، بركات يطلع مع فرانسيس، فرانسيس يضغط الهشري، ترجع من ليبيري، فرانسيس يمشي لبركات، بركات لفرانسيس، عنده مساحه، حذاري يعمل مراوغه، يوزع كوره ترجع من وسط الميدان ومن مناطق 18 للترجي. كره ترجع للنادي الاهلي، شهاب الدين احمد، شهاب الدين يضغط دراجي، خليفه امام فتحي، صابر خليفه يرجع يعطل القربي قدامه، يلعب الترجي. الدفاع الان لكره عن طريق عاشور، بداية الكره للسيد، خطيره جدا، يسدد كره عاليه، اول تسديده للنادي الاهلي بعد 25 دقيقه من شريف عبد الفضيل. شريف عبد الفضيل من الكولوار اليسار يدخل يشق وسط الميدان، يقرب ال 18 ويسدد كره عاليه شويه على مرمى نواره. لازم الترجي ما يعطيش ثقه لفريق بحجم النادي الاهلي، فريق تجاربه في الحياه كبيره وكبيره وعديده جدا. يعرف افريقيا، متعود بمثل هذه الاجواء الصاخبه والساخنه، متعود بالماتشات الكبيره، متعود باللقاءات هذه في افريقيا. فريق لعب 231 مباراه في الكؤوس القاريه، الركور في افريقيا، فاز فيها 121 مره، وهو رقم قياسي اخر لفريق حسام البدري، اللاعب السابق اللي كان في الثمانينات كمدافع يتسمى الجزار. بينما هذه الكره الاخطر واعتبرت عفويه من الحكم، صافرة الحكم عادل الراعي لدار مباريات القمة. الكاف دائما يختاروا للقاءات الساخنة، أدار لقاء الترجي والمريخ، أدار مباراة شبيبة القبائل هو الإسماعيلي في تيزي وزو. هذا جانب من الحضور الجماهيري الغفير جدا لجمهور الترجي، حقيقة الركور ممكن تحطم الرقم القياسي اللي كان 3000 مشجع تونسي عام 94 في نهائي الزمالك في كأس الأبطال. هذا الرقم صار اكثر وين رامو بعيد عليه. ترجع الكره عن طريق الحارس، ترجع للحارس شريف اكرامي، كره طويله. الاهلي والتوانسه التفوق للفريق الاحمر، 8 انتصارات مقابل 3 هزائم فقط، بينما الترجي والمسار والتعثر والصعوبات في 20 مواجهه، 4 فوز فقط لشيخ الانديه التونسيه مقابل 7 هزائم. شويه من التاريخ باش نرجعوا للحاضر في مباراه مثيره جدا، أصحاب القلوب الضعيفة ما يقدروش يتبعوها. الآن هناك من يدور في الحديقة وينتظر صيحة معلق ليعبر عن فرحة وبداية الأفراح. ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان عن طريق بركات، بركات يمشي لشريف، كرة لعبد الفضيل قدامه بن عمر، بن عمر يعطل الهجمة، يضغط الترجي، بريسي الفوق عالي دراجي، تمشي الكرة لشهاب الدين أحمد، شهاب الدين والكرة الأولى، ترجع من الدفاع، الكرة الثانية يعطلها القربي، لكن تبقى مصرية، تبقى للنادي الأهلي من تريكا، تريكا يمشي بالكرة شريف، باش يعاود واحدة أخرى، لا، يلعب على الرواق، يمشي بركات، يوزع كرة بركات طويلة من غير أخطاء، حذاري، وترجع الكرة من اليسري. بدا يتقدم النادي الأهلي، وكرة في خطا وفي انطلاق، الرامو، الرامو النيجيري 2-1، يمشي الرامو، يدخل مايك لكن يصلح خطأ ممتاز لجرينتا، لجرينتا رائعة كانت من نوال جمعة، مدافع خبرة. ما عداش 10 ثواني يصلح خلته. ترجع الكرة في وسط الميدان للنادي الاهلي، فرانسيس بن منصور ممتازة، مكسب البطولة في آخرها للترجي. ترجع الكرة دراجي، وين أسامة؟ وين أسامة؟ دراجي، دراجي، دراجي يلعب الكرة، يتعدى باس وين جمعة والرامو بعيد مرة أخرى مايكا. بعيد على الرامو هداف إفريقيا بسبع أهداف في الشامبيونز ليج. ترجع الكرة في الوسط. الترجي عمل السلم واحدة واحدة في استعادة أمجاده، ربح كأس شمال أفريقيا في جامبيا 2009، ثم في شهر ماي من نفس العام ربح دوري أبطال العرب. في قعطات للمجموعة هذه تجربة كبيرة من خلال لقاءات تاريخية ضد أهلي تريبولي، ضد الإسماعيلي، ضد الوداد البيضاوي، ضد لونتون دو سيتيف. بينما هنا خطأ كان ضد الغاني، هاريس سونافول. ترجع الكرة لحد الان تكتيكيا الترجي واقف مليح ويعمل في مباراه كبيره. النادي الاهلي مش لاقي يتنفس في وسط الميدان، تحس اللاعب مخنوق بالنسبه للفريق الاهلاوي في وسط الميدان نتيجه تكتل الترجي وخاصه البريسنج الضغط، فماش مساحات. يمشي شهاب الدين احمد، يلعب فرانسيس من غير هفوات، 3-1،
ما غير اخطاء. نرجع الكرة، مباراة كرة ثابتة ومباراة المهارات الفردية. تريكا بركات في قمة الأهلي، دراجي والرامو في قائمة الترجي مع كرة خطيرة، وحكيت على بركات والكرة تخرج ضربة مرمى لوليد الهيشري، ركنية. نعم كانت ركنية، قل التركيز من الهيشري، نوارة لابد يعاونه يخرج الكورتو. ركنية مجانية هدية من وليد الهيشري للنادي الأهلي، والنادي الأهلي نذكركم ما يهديولوش الكرات، النادي الأهلي في الكرة ما يتهداش لأنه ما يرحمش. كرة كانت زايدة من الهيشري في ركنية، هذه الكرة الأخيرة، ولو أنه شكله بركات وآخر من المساحة. على كل حال ترجع الترجي من هاريسون، يرجع بالكرة شهاب الدين أحمد، شهاب الدين يمشي لحسام عاشور في النصف ساعة، كرة ترجع بالراس خطيرة جدا وفرصة لأخطر للنادي الأهلي. هذا هو الأهلي اللي حكيت عليه عن طريق بركات، أول خسرة للترجي في الماتش. كرة كانت صعبة جدا على نادي باب الساقي، كرة كانت بين فضل وبركات، الكرة الأخطر. النادي الأهلي سيحاول الآن، سيتقدم أكثر الآن، سيبدأ ضغطه في رأي الآن. الترجي ينتظر المساحات، حاول يفرض أسلوبه ولعبه في الدقائق الأولى. هدف أبيض ضد الرامو، كان تسلل واضح، بس تكون الأمور في إطارها. وعاد الراعي يزفر خطأ ضد فتحي، مرة أخرى كرة للترجي، قوة شخصية كبيرة عادل الراعي، حكم الليبي الشاب 37 سنة. على فكرة أدار للترجي مباراة فاس التاريخية هدف بوعزي في الدقيقة 94 في كأس لوناب، أدار نهائي شمال أفريقيا ضد جي اس ام بي فريق تبجاية في استاد الوحدة المغاربية 0-0 في النهائي، وأدار لقاء الترجي والمريخ في الدور الثالث وانتهت 1-1. هدف الترجي من وجدي بوعزي. أسامة الدراجي، هذه مباراة كل الفريق، هذه مباراة الجرينتا، هذه مباراة الالتزام، هذه مباراة الانضباط، هذه مباراة الروح. بينما الكرة تمشي دراجي، دراجي للرامو وكرة بعيدة شوية. حس الدراجي عنده الإمكانية للتهديف. فريق التونسي بيسجل 12-12 في كأس أفريقيا للحين. 13 هي الأهم لكسر هذا الرقم، رقم 13. 13 مباراة للترجي في مصر، ال 12 السابقة بدون فيكتوار. ال 13 ماتش أهلاوي في السيمي فاينال بدون أي فريق سجل الأهلي هنا في القاهرة في نصف النهائي. ثم المباراة 13 على التوالي اللي نسجل فيها في كأس أفريقيا هذا الموسم. هذه الحسابات، هذا الرقم 13 أو القاسم المشترك. تمشي كرة طويلة، ترجع بالراس عن طريق أحمد السيد، يرجع في الوسط هاريسون أفول. هاريسون يدخل، هاريسون أفول يمشي النحلة، يربح خطأ، خطأ ممكن بينذار، انذار أول ممكن في المباراة، أول مرة وأول تدخل في ماتش تسود الروح الرياضية يستوجب كارت أصفر، وعادل الراعي يعطي البطاقة الصفراء الأولى في الماتش. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، أجواء كبيرة في المدرجات، أجواء كبيرة عاشتها القاهرة من خلال سيدنا الحسين، من خلال خان الخليلي، من خلال الجيزة، من خلال الكوبري بتاع 6 أكتوبر، ومن خلال قصر النيل. هناك أجواء كانت تونسية بالآلاف، تقدموا وازدادوا من يوم إلى يوم، من ساعة لأخرى، من طائرة لأخرى، هنا من أجل ممثل وطن لسفير كرة اسمه الترجي الرياضي. 34 دقيقة لعب في الشوط الأول، إنذار على حسام عاشور. تعرف أن الإنذارات فسخت بعد دوري المجموعات، وبالتالي نفسخ ونعود من جديد. المباراة تجمع بين بطل المجموعة الأولى الترجي التونسي بعد 4 انتصارات تعادل وهزيمة ضد ثاني المجموعة الثانية للنادي الأهلي اللي بثمانية نقاط من فوزين وتعادلين وخسارتين. النادي الأهلي في القاهرة هذا العام في دوري الأبطال ربح الجانرز وربح الاتحاد وربح هارتلاند وربح الإسماعيلي وتعثر بالتعادل مع الجيسكا، بينما التسديده بعيده، كره بعيده من فريق الترجي من خليل شمام. وصلنا للدقيقه 35 عن زمن شوط اول لنصف نهائي، هو رقم 15 في تاريخ الاهلي والسابع في تاريخ الترجي الرياضي على مستوى الكاف. هاريسون أفول بعيد على دراجي، لابد من التركيز اكثر، فتره فراغ يمر بها الترجي في الخمس دقائق الاخيره، قل التركيز وقل الحضور
في اللقاء. شوف الخطا اللي ناكد به كلامي واستنتاجي. بيمشي الكور على اطراف الاهلي، يطلع الان من فضل بدون خطا ممتاز. القربي، القربي في النصف، صراع كبير، صراع الابطال والرجال. ترجع كره دراجي، دراجينا ويمشي دراجي، يهز الكره معاه دراجي، يبعد على شهاب الدين احمد. وفاء مخالفه او لا؟ الحكم يقول ما فيها شيء، الحكم يقول ما فيها شيء، والكره طويله. ترجع بكره عن طريق هاريسون افول. هاريسون يدخل، هاريسون وفي خطا ثاني، خطا ثاني لحسام عاشور. عنده صفره، عنده صفره حسام، لعب بالنار عاشور. عاشور كان ممكن يخرج بطاقه حمراء في 35 دقيقه لمنعرج المباراه. هذا الصراع القوي بين دراجي وشهاب الدين احمد. مباراه الابدان ومباراه الاذهان ومباراه المهاره والفطره والغريزه في اللقاء. شوط اول لحد الان بدون فرص من الجانبين. شوط اول حذر جدا والتكتيكي من الفريقين، كل فريق يستنى في هفوه للثاني، والهفوه لحد الان تتاجل او تتاخر او منعدمه من الجانبين. تمشي كره من شريف اكرامي لمن الراسيه، يضرب اليشري، لا الكره تضيع. فرانسيس حذاري لازم يرجع يغطي من غير خطا. اوه عمل الفاول، عمل الفاول لانه فما انتيسيباسيون من اللاعب، كان واضح بركات مع انذار، انذار مجاني البن عمر مع خطا في منطقه سخونه برشا. لازم الفريق يركز، خطا اول من الهجري ثم قله رياكشن او غياب رياكشن رد الفعل بتاع بن عمر، والنتيجه خطا في موقع مناسب جدا للاهلي مع انذار مستحق على بن عمر. ذكر انه بن عمر من اللاعبين القلائل في هذا الفريق التونسي اللي ربح كاس افريقيا، ربح مرتين كاس الكاف مع النادي الرياضي الصفاقسي، بينما الشامبيونز ليج الوحيده في هذه المجموعه هي ل 2007 للاعب مجدي التراوي مع النجم الساحلي. ترجي غائب على اللقب الافريقي من 98، 6 ديسمبر في الشيتاديلا القلعه في لواندا ضد بريميرو اغوستو. ترجع الكره لفريق النادي الاهلي، الكره الثابته في اواخر الشوط الاول. مهم جدا نكمل الشوط بدون اضرار مع كره صعبه الفتحي. حذاري، حذاري ضد هيرتلاند، سجل من هذا المكان تقريبا، حذاري من هذه الكره. التسديده ستلعب من فتحي في شوط اول متقارب ومتوازن. يلعب فتحي بالراس، خطيره وفرصه، الحكم ماذا يقول؟ وهدف اول للنادي الاهلي، هدف اول للنادي الاهلي. كنت نبهت، كنت نبهت وكنت حذرت، الهدف الاول للنادي الاهلي بوقت الترجي يطلب خطا لمسه يد من المهاجم محمد فضل، تتغير الامور وتتغير المباراه وتصعب اكثر الان. الحكم ماذا يقول؟ اللاين مان ماذا اشر؟ لا تراجع من طاقم التحكيم الليبي، هدف يحسب للفريق المصري عن طريق محمد فضل. كنت نبهت المتابعه، خطا كبير اول من هيشري، خطا ثاني فادح من بن عمر، هو النتيجه. هدف بعد ايضا تحمل مسؤوليه من الحارس نواره في هدف يغير مجريات اللقاء. لابد من العوده، لابد من التركيز. هذه الكره الاخيره، هذه اللمسه، هل فيها لمسه يد او لا من هذا المكان؟ لا ننكشف، لا تكتشف الامور، ممكن من زاويه اخرى فيها شك كبير، لكن الحكم المساعد يقول هدف. هذه الكره الاخيره تاع فضل والمتابعه، هو النادي الاهلي يسجل اول اهداف المباراه. هذه الكره امامكم، هذه الكره امامكم. فرحت طبعا حسام البدري، وتقدم النادي الاهلي 1-0 على الترجي الرياضي في الوقت القاتل من الشوط الاول. اذا ننتظر رياكشن من الفريق التونسي، يدل انه المعطيات الان باش تتغير. النادي الاهلي باش يحاول يركب المباراه بالمعنويات نتاعه بالهدف الافتتاحي، والترجي ما عندوش خيار، سيحاول اكثر الان العوده والتعادل. ترجع كره من بن عمر في وسط الميدان. برشا المباراه في كرة القدم برشا جزئيات تغير الماتش، فما هذه كرة لمسة يد أو لا، يسأل عليه اللاين مان مع عادل الراعي، الإنذار الثاني ممكن اللي كان العاشور، وبالتالي المباراة تنقلب لهذا الشكل من الحماس المفرط والزايد ومن التوتر والعصبية. 1-0 للنادي الأهلي في الدقيقة 38، نتيجة مرة أخرى أخطاء فردية.
دفاع ما يهنيش، وبالتالي صار تنبيه اول. كره بركات لراس راس مرت من الطاف الله بسلام، لكن الكره الثابته الثانيه اللي راهنت عليها وقلت انه الكره الثابته هي اللي باش تحدد مصير هذه القمه. الفريق المصري استغل كره ثابته وتمكن من هز الشباك وافتتاح باب التسجيل. اذا في الدقيقه 40 عن الشوط الاول الاهلي يتقدم 1-0 من فضل. الترجي الان لازم يحاول يعدي الفتره الصعبه هذه بدون مآسي. ترجع الكره شهاب الدين احمد، طبعا تحرك جمهور ملعب الرعب الفريق الهلاوي ب 80,000 هنا في استاد الكايرو. يوصل ملعب بركات، شهاب الدين احمد، عاشور، ترجع الكره عن طريق بوتريكا، يمشي تريكا في النصف مع كره ترجع للفريق الترجي. شوف خطا اخر، قله تركيز غريبه جدا، ويمشي صابر خليفه يحب السباس. صابر خليفه مش ممكن، مش ممكن كره تضيع. والجمعه يتفادى ركنيه، سيصل سيصل الان مدجج بهذا المورال الرهيب نتيجه التقدم 1-0. ترجع الكره للترجي الرياضي، كره ستلعب للترجي. مباراة الان اكثر اعصاب تغيرت في المعادله كما نقولوا، المباراة بلوكات الان خلاص، اللي عنده ورقه يلعبها ما غير ادنى شك بعد الهدف الاول هذا، بعد ما كان الحظر هو السائد ديله الفتره الاولى من ماتش الترجي والنادي الاهلي. هذا هو الهداف محمد فضل، 1-0. شوف الكره امامكم والصوره، صورة سريعة جدا في كؤوس العالم البطولات الكبرى، يعطيك العلة وبنت العلة. هنا تشوف الكرة فيها لمسة يد، ما فيش كلام، سامحوني. هنا هنا شوف معايا لمسة يد واضحة جدا، هنا لمسة يد واضحة جدا. ما حكيتش في الفترات السابقة لأنه سيكون من التجني أني نحكم لسبب وحيد، أن التونسي لا في هذه الصورة من هذه الزاوية وراتنا الكرة والكاميرا العلة وبنت العلة، وبالتالي العلة فيها لمسة يد كانت واضحة من محمد فضل. على كل حال كرة القدم وأخطاء الحكام داخلة في الميدان، داخلة في المباراة، والكرة ترجع لوائل جمعة. المهم الآن ننهي هذا الشوط الأول، إن شاء الله في حسابات ثانية في الفترة الثانية. كرة ترجع عن طريق وائل جمعة، يلعب الكرة لشريف عبد الفضيل. شريف يوصل الميدان، يمشي بوتريكا، يلعب تريكا كرة في العمق، فاضل مرة أخرى يرجع كرة ناقصة لهاريسون أفول. جت هاي الكرة بدا يضغط الفريق المصري، ذاك الترجي من قاش المساحات اللي لعب بها في الشطر الاول من المباراة. في العشرين 25 دقيقة الأولى الأهلي كان مرعوب، كان خايف، كان مازال ما تحررش، ما تسرحش. بعد 20-25 دقيقة الفريق المصري بخبرته طبعا بسرعة استأنس بالماتش ودخل رويدا رويدا في معركة وحرب السيمي فاينل. ترجع الكرة أوت، تماس عن طريق أيمن بن عمر. يلعب ايمن بن عمر، كرة تتهيا عن طريق الرامو، الرامو والدراجي والكرة بعيدة مرة أخرى، كرة تضيع لفريق الترجي، حذر المرتدات الآن، نعم لهدف مهم في القارة لكن لا لقبول أهداف في استاد الكايرو. تمشي الكرة، دويلة للرامو، مايكل الرامو يدخل النيجيري، خطيرة جدا وفيها ضربة جزاء. ماذا يقول الحكم، ضربة جزاء أو لا؟ الحكم يقول ضربة مرمى، يقول ضربة مرمى، يقول ضربة مرمى عادل الراعي. أمامكم الصورة في حوار السيد، هنا اللقطة وهنا الكرة أمامكم وهنا الإعاقة من السيد. ما فيش كلام، ما فيش كلام، ضربة جزاء، ما فيش كلام يا راعي، ما فيش كلام. في كرة القدم هذه تسمى بينالتي. تمشي كرة طويلة، شريف كرامي يضرب الكرة بالمنصورة وفي خطأ. مخالفات هذه لا تزيد لا تزود، واحد ياخذ حقه ويعطي حق الناس. النادي الاهلي يتقدم 1-0 في مباراه متوازنه، لكن الخبره نتاع الفريق المصري عملت الفارق في كره ثابته. صابر خليفه، صابر خليفه يرجع كره للتماس. اخر دقيقه في الشوط الاول، حاول الترجي يرجع في الفتره الاولى على ميهوب، يوجه في الكتيبه الحمراء والكره عن طريق القربي، هو ضربه مرمى لفريق النادي الاهلي. حسام عاشور لاعب تجربه ايضا، لاعب مميز جدا في وسط الميدان رغم الغيابات اللي يحكيوا عليها، لكن الاهلي ديما الاهلي
اللي يحكي على الاهلي وفيه بسامحني ما يعرفش كوره، لانه النادي الاهلي فريق تجربته بخبرته. نعطيكم مثل وحيد، في نوفمبر 2009 كان الخروج من كاس العالم، قالوا المنتخب المصري والكره المصريه انتهت. بعد شهر ربحوا الكان في انغولا بعد ما اكتسحوا الجميع. اذا بتعرف نفسيه الفرق المصريه، وايضا فريق بحجم الاهلي اللي في المواعيد الكبرى سي ترانسفورم يتبدل يصبح تيرميناتور. ترجع الكره في وسط الميدان لفريق الترجي الرياضي، الامكانيه للقربي، قربي يلعب كره، ترجع في النص دراجي، دراجي لوسط الميدان تتهيأ الكره عن طريق السيد، يبيع الكره يبيعها لقدام، ترجع الكره عن طريق شمام، شمام لصابر خليفه. مباراة لعبت بدنيا مش فنيا، بينما كورة ناو فاول وخطا ضد الرامو. صراع كبير، ووائل جمعة في مهمة يحب ينجح فيها، لأنه بصراحة وائل جمعة خسر الكبار الكل متاع أفريقيا، نجح في التفوق على إيتو على دروغبا، ووقف أيضا اللاعبين المنتخب النيجيري في الكان الأخيرة. فلافيو للمنتخب الأنغولي كان مهمته دائما فسخ أقوى مهاجم للفريق المنافس، وحاليا في الشوط الأول ممكن نقول وائل جمعة ناجح في مهمته في حوار الكوموندوس ضد الرامو. ترجع الكرة في وسط الميدان للترجي التونسي عن طريق التراوي، كرة للتراوي يمشي طويلة، شوف ثلاثة مع مايكل، ثلاثة مع مايكل. النادي الأهلي بهذا الهدف باش يلعب مرتاح أكثر من ناحية تكتيكية، الترجي هو اللي باش يندفع وممكن ينكشف أكثر من المرتدات. تغيرت المعادلة التكتيكية اللي كنا نحبه عليه باش يصبح من المنافس للفريق المصري النادي الأهلي. بيمشي كورة البركات، بركات لتريكا، تريكا يتقدم، تريكا يحاول يسدد يباسي كورة البركات، بركات كورة خطيرة وترجم الدفاع عن طريق الهجري. وليد الهجري في وسط الميدان، ترجع مع صافرة الحكم عادل الراعي الحكم الليبي، يطلق العنان لنهاية الشوط الأول هنا في استاد القاهرة. الأهلي يتقدم على الترجي 1-0 في الدقيقة 38، مخالفة فتحي ومتابعة فضل، والنتيجة جول وفرحة للأهلاويين. هذه آمال، هذه أحلام، هذه مجرد كلمات، لكن العبرة بالأقدام. تريكا بركات من جانب، وفريق الترجي كمجموعة قلب واحد في الجانب الثاني. هذا الجمهور الرائع جدا، أقل كلمة تقال فيه. أنا لو كنت مكان ماهر الآن كلمة واحدة، شوف الجمهور والعب، شوف الجمهور والعب. كأس أفريقيا الآن، كأس أفريقيا الآن. هذا هو الحكم الليبي عادل الراعي، حكم من مباريات الساخنة، اخترته الكاف أكثر من مرة، أدار على فكرة في رادس في ماي الماضي مباراة الدولية الودية بين تونس وفرنسا، أنا سميته حكم القمم البركانية، لكن البركان فاضي اليوم. 1-0 لفريق النادي الأهلي عن طريق محمد فضل. الشوط الثاني يبدأ الآن، الشوط الثاني في 45 دقيقة، مباراة مهمة ومهمة جدا في شوطها الثاني. الترجي الرياضي هو النادي الأهلي. تشكيلة الترجي، وسيم نوارة، بن عمر، شمام، بن منصور، الهجري، القربي والتراوي، هاريسون افول، صابر خليفة مبدئيا في انتظار التغيير، أسامة دراجي، الرامو. الأهلي يقابل بشريف كرامي، أحمد فتحي، عبد الفضيل، السيد، وائل جمعة، عاشور، شهاب الدين أحمد، بركات، تريكا، فضل، هو فرانسيس. النادي الأهلي لحد الآن عمل نصف المشوار باش يحافظ على رقم حقيقة أسطوري. ما قبل ولا هدف في النصف النهائي، اليوم يلعب نصف النهائي رقم 14 في تاريخه. معناها أنك 13 دومي فينال في القاهرة ما تقبل ولا هدف، حقيقة رقم 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 أسطوري. من سيكسر هذا الرقم التاريخي للفريق الأحمر؟ ممكن الترجي في الشوط الثاني، لكن برشا روح، برشا تواضع، برشا انضباط، وبرشا توفيق. ترجع الكرة للشوط الثاني، يبدأ للترجي عن طريق دراجي، دراجي خارج كرة، انطلاق الهجوم عن طريق القربي، القربي وائل جمعة، وائل جمعة برشا صنع، برشا خبرة، تلقاه في المواعيد الكبرى وائل جمعة. 34 35 سنة لكن تبارك الله مازال موجود. بيمشي كرة من بن منصور. ترجي يحاول يحصر الأهلي في البداية عن طريق دراجي. دراجي في وسط الميدان، الدراجي يخرج كرة ممتازة فكرتها، لكن ترجع دراجي مرة أخرى.
والكرة القربي أو شمام، خليل شمام والأهلي خارج كرة طويلة. الأهلي نتصوره باش يستنى في مناطقه ويلعب على الكونتر. الترجي باش يتقدم القدام، ما فيش كلام. وترجع الكرة على خطأ. برشا دي شيء في المباراة، برشا توقف للعب اللي أثر فنيا على المباراة. ولو أنه كنا جازمين منذ الانطلاق أنه مناش نشوفوا الكرة الكبيرة، لأنه الرهان كبير والضغط على اللاعبين في نصف نهائي اللي يهم النتيجة. حتى الجمهور تقول له تكور مليح ولا تحقق نتيجة، يقول لك نتيجة. المهندس حسن صقر اللي في أقصى اليمين، اللي هو وزير الشباب والرياضة المصري، يسمى في مصر رئيس المجلس القومي للرياضة. وفي الوسط عندك حسن حمدي رئيس النادي الأهلي، واللي على اليسار لم تخني الذاكرة وعذرا إن أخطأت منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. نرجع الكرة لفريق الترجي عن طريق بن منصور في اختلاف الشوط الثاني. يا 2-0 يا 1-1. ترجع الكرة طويلة، هذا هو يعني بلغة الأشقاء في مصر، يرموتوا الكل ينعيشوا فل الفل. يا 1-1 يا 2-0. فماش الوسطية، ما فيش اختيار ثاني. بركات ينطلق، شوف المساحة، شوف بركات يلعب الكرة، اختير عن طريق فرانسيس. فرانسيس يعطل الهجمة بتاع النادي الأهلي. بركات، بركات حط كرة لفتحي. فتحي حاول يدخل 18، يعمل مراوغة، يوزع كرة صعبة جدا وترجع من شمام. اللحظة الأخيرة خليل شمام يتدخل، والكرة ترجع لفريق الترجي عن طريق هاريسون أفول. هاريسون أفول ما يلعبش مليح الترجي في هذه الفترة. نتصور أنه هدف الخواطر وخلاص نسينا الهدف، يلزم الشوط الثاني بترجي آخر، ترجي العادات، الترجي اللي زهي. ترجع كرة دراجي، دراجي عن طريق هاريسون أفول في وسط الميدان، والتماس للترجي الرياضي. ماهر الكنزاري وفوزي البنزرتي في المنطقة الفنية. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق الدراجي، دراجي حاول يتقدم، دراجي، دراجي يلعب عيد لين رامو. الآن الشوط الثاني شوت كل المتاعب للاعبين. هذا السيد معوض الغائب عن المباراة، بينما كرة كثيرة برشا للترجي صبر خليفة، هو الكرة في ركنية، ضربة زاوية للترجي. محاولة كانت للترجي اللي ما غير أنا شك، ما نحتاجش للعاطفة ليتكلم أنه فريق الترجي بإمكانه التسجيل. أحسن برشا الترجي في مستواه من اللي نشوفه فيه في أول الشوط الثاني. شمام يلعب الكرة، خليل شمام تمشي الكرة بالراس، صعبة، فرصة كبيرة للترجي التونسي. محاولة أخرى، ونأكد ونركز على أنه الأهلي عنده مشكل كبير في الكرة الثابتة ضد شبيبة القبائل. هدف الذهاب وهدف الإياب كان من كرة ثابتة. ضد الإسماعيلي قبل هدف من كرة ثابتة. ضد الهيرتلاند هدف أيضا من كرة ثابتة. لكن يلزم الترجي يستغل مثل هذه الوضعيات. تمشي كرة طويلة ملعوبة في وسط الميدان، الانطلاق بالراس لفريق الترجي. يحاول الدراجي، ترجع الكرة من مجدي التراوي، صابر خليفة، وائل جمعة. الترجي يعمل الضغط القدام غير خطأ، ترجع الكرة التراوي عن طريق هاريسون. هاريسون والدفاع من حسام عاشور. الأهلي باش يقبل برشا لعب، لكن الترجي هل يتوفر له النجاح اليوم؟ أيمن بن عمر تمشي كرة مجدي، مجدي ممتازة جدا، يدخل من ساقيه والحكم يرجع لخطأ، يرجع بفاول، يرجع بفاول لفريق الترجي الرياضي. خسارة لحد الآن ما استغلش الترجي هذه الكرات الثابتة. حصل برشا كرات، يقرب شوية كرة على 18، الكرة اللي يتقدم لها دراجي بذكريات وفاق سطيف وهدفه في الشاوشي. الأهلي قاري حساباته حتى لمثل هذه الفاولات، يعمل فيها بعيد شوية. شهاب الدين أحمد هو خطأ. تمشي كرة بين شمام والقربي. خمسة دقائق في الشوط الثاني، 1-0 للنادي الأهلي. محمد فضل، كرة تمشي لشمام، محاولة خليل شمام لفريق باب سويقة، سيضرب الكرة مباشرة، ما فيش كلام. يمشي شمام يسدد ركنية، ضربة زاوية أخرى. الترجي يلعب في مناطق النادي الأهلي، هذا هو المطلوب. لكن يلزم يهدى الفريق، يلزم يلعب الفريق لعبه. عن طريق شمام تمشي كرة من ركنية، نرجع للمباشر أحسن، كرة غدارة في أي لحظة. ترجع الكرة بالرأس، فرصة
مش ممكن، والتسديدة لا تأتي والفاول لا يأتي، لكن يأتي كونتر حذاري من المرتدة. تريكا، تريكا يرجع بالمنصور وكرة ترجع من بالمنصور ممتازة، ترجع الكرة عن طريق بن عمر في وسط الميدان. التراوي يخرج كرة، خليفة يدخل، صابر خليفة، صابر خليفة، وائل جمعة رجل المباراة، رجل المباراة وائل جمعة الكابتن قائد فريق النادي الأهلي، يخرج في مباراة من مباراة العمر بالنسبة له. ترجع الكرة الرامو، الرامو بعيد الكرة لفريق الترجي، في خطأ، في خطأ سيد الحكم، الحكم يقول العبوا في مخالفة الآن، في مخالفة الآن لفريق الترجي الرياضي. المجد التراوي مع انذار لشهاب الدين أحمد، ثاني انذار في المباراة أو الثالث في اللقاء والثاني ضد الأهلي. لاعبي الوسط الاثنين عندهم بطاقة صفراء، شهاب الدين أحمد وحسام عاشور، بينما الترجي الباك رايت أيمن بن عمر ما فيش كلام، الخطأ واضح وممكن باستثناء لقطة الهدف حكم أوكي بصفة عامة مقبول، لكن من سوء حظه هو، من سوء حظ الترجي أنه الخطأ البشري قلب المباراة. وترجع الكرة لفريق الترجي، كرة عكسية ياخذها النادي الأهلي، بريسينج من الترجي، تخرج كرة برشا مهارة برشا صنعة في وسط الميدان، حذاري من ترك المساحات، شوف الكرة من فضل، والأهلي يلعب على مرتدة، ترجع الكرة وين خارج، مش ممكن مش ممكن، فرصة كبيرة للنادي الأهلي والكرة تتهيا وتضيع من لطف الله، فضل يضيع البلدو ماتش، مش معقول نوار، مش معقول وسيم نوار، هذا الخروج خروج اعتباطي، مش ممكن. الهدف الثاني فرانسيس وفضل يضيعوا الضربة القاضية، لازم يفيق أكثر فريق الترجي التونسي، شوف الكرة في دار الدفاع، بن عمر متأخر، نوارة عشان خرجك مدامة مدافعك مع المهاجم، هذه ممكن العيوب الرئيسية في نوارة. هدف الثاني الضربة القاضية تاع فريق رياليست، فريق واقعي جدا النادي الأهلي، واقف مليح مغطي على دفاع الهجوم الترجي وهو الأخطر الآن بالمرتدات. هيشري خطأ آخر، ممكن المباراة صعبت على برشا لاعبين في مثل هذه الظروف، الخبرة تاع 80,000 متفرج لحد الآن تظهر في هذه المباراة. بركات يلعب العشور لشريف عبد الفضيل، يلزم الترجي يسجل لكن الأهم ما يقبلش، يلزم ديما الترجي يفكر أنه في معركة ثانية في رادس بعد أسبوعين. تمشي كرة خطيرة، فرانسيس بالرأس يحاول الدفاع، رجع كرة من صابر خليفة، الرامو شوية ارتباك، ترجع الكرة من ضغط النيجيري أحمد السيد والد الهيشري، حتى الكرة العالية اللي كان متفوق فيها الترجي عن طريق الهيشري وبن منصور في بداية هذه المباراة في الشوط الثاني بدأ يخسر الدويل هذا، الحوارات الفضائية أيضا. ترجع الكرة الفتحي يوزع كرة خطيرة وفيها خطأ، ليه الحكم يقول العب بركات، والحارس دوارة يبدع هذه المرة، ممكن فيها سارج على المدافع على المهاجم، من المهاجم للمدافع، على كل حال حكم يقول العب، سنرى اللقطة، ركزوا على المباراة بطبيعة الحال. هذه اللقطة الأخيرة في وقت تحكيت على الكرات العالية، النادي الأهلي يطلب ضربة جزاء في هذه الكرة، بينما الشوقي يشجع بركات. النادي الأهلي يضغط الآن بوضوح، النادي الأهلي برشا صنع في هذا النصف النهائي الثاني للشامبيونز ليج، ذكر العشية 3-1 لمازيمبي على فريق القبائل. ترجع كرة من وائل جمعة، تمشي لهاريسون أفول، هاريسون وين يا فول، وين يا فول، كان ممكن تدرج بالكرة محاولة كونتر لأنه كل لاعبي مدافع الأهلي كان موجودين في 18، طلعت يحذر فيه المدرب حسام البدري، حس أنه ممكن يثقل على دفاع الترجي وينتهي من الموضوع الليلة. تمشي كرة طويلة مرة أخرى، يخسر الحوار الفضائي، برشا شك الآن في أداء اللاعبين، اللاعبين يشكوا الآن في إمكانياتهم. ترجع الكرة عن طريق تريكا، الآن الترجي يحتاج لخبرة بعض العناصر خاصة في الوسط مثل الدراجي القربي، التراوي، الرامو باش يشدوا شوية الكرة ويهديوا النفوس
من الفريق مندفع بضبابية واضحة جدا. ترجع الكرة الانطلاق للتماس. 10 دقائق لعب في الشوط الثاني، 1-0 للنادي الاهلي. الهدف عن طريق محمد فضل، ويرامو في خطا اخر على مايكل، في فاول لاحمد السيد. تقريب حدث له 3 باستمرار، بينما التغيير في خالد العياري، يوسف المساكني، في زياد الدربالي، وايضا سيان بن يوسف. ممكن تغيير في محور دفاعي يفرض نفسه بالنسبه لفوزي، بينما تمشي كوره من وائل جمعه. وائل جمعه يرجع بالكوره لهيشري في وسط الميدان، دراجي بعيد على فول الهيشري، والكره ترجع على خطا ضد وليد الهيشري. مخالفه لفريق النادي الاهلي بصافره الحكم الليبي عادل الراعي. هذه المخالفه اللي صفرها الحكم لمصلحه النادي الاهلي. طلعت بديل فرانسيس، اكيد هذا هو التغيير. اخر كوره لفرانسيس ممكن قبل المغادره، بينما كوره في مكان ثابت وفي مكان مناسب جدا للنادي الاهلي. كوره اخرى خطيره، نلعبوا في 13 دقيقه لعب من الشوط الثاني. جدار الدفاعي للترجي، 3-4 لاعبين، والكرة ستلعب الآن في متابعة من حسام غالي، وهذا ناجي جدو يتابعه في المباراة. حسام غالي على فكرة سيعود في ماتش الإياب، بينما الكرة تمشي لتريكا. كرة أخرى وترجع من هاري صنافول، يلعب الرامو، الرامو كرة في وسط الميدان، تتهيأ الكرة دراجي، دراجي بعيد الكرة على صابر خليفة في التغطية، يحاول صابر يربح تماس. يطلع صابر خليفة ويجيب تماس لفريق الترجي في 13 دقيقة لعب من الشوط الثاني. مباراة مازالت فيها أهداف في رأيي، لن تنتهي 1-0. ترجع الكرة على أوت لفريق الترجي الرياضي، بينما هنا الدخول أو التغيير يشمل فضل. يخرج فضل صاحب الهدف ويدخل طلعت. المدرب يخلي البدري فرانسيس. طلعت ممكن أقل خبرة، وفرانسيس فنيا بصراحة متواضع. ممكن التغيير بخروج فضل ممكن يضر ويقلل النجاعة الهجومية والخطورة الهجومية نتاع الأهلي. ممكن التغيير يكون في مصلحة الترجي، بينما الكرة تمشي خطيرة، وأشريف إكرامي يطلع فوق الجميع، يصعد فوق الجميع. أشريف إكرامي ياخذ الكرة في الدقيقة 14 من الشوط الثاني، بعد توزيعة من مجدي التراوي. مجدي التراوي وكرامي قدام الرامو. هذا هو إكرامي الأب، يتابع المباراة. يتعود الكرة مع الهيشري، الكرة الثانية ياخذ فيها النادي الأهلي عن طريق بركات. بركات يلعب الكرة شريف عبد الفضيل، شريف عبد الفضيل في النصف بكرة قادمة من عاشور لبركات. كرة تمشي من بركات بدون فاول، بدون فاول، والكرة ترجع ضربة مرمى للترجي. ضربة مرمى للترجي التونسي للحارس وسيم نوارة. ترجي خارج الميدان في افريقيا هذا العام، تعادل مع المريخ 1-1، ربح في ديناموس 1-0، ربح ستيف 1-0، وانهزم في مازيمبي في لون بمباتشي 2-1. حاليا هي خسارة آنية 1-0. من الكرة اللي فيها ركنية لفرانسيس، ترجع الكرة من الحارس ويوسف المساكني. التغيير لفريق الترجي الرياضي، يخرج ايمن بن عمر، يخرج ايمن بن عمر، يدخل يوسف، وبالتالي المعادله ستكون انه افول يرجع باك رايت، خليفه يبقى على اليسار، والمساكني يجي على اليمين من جهه شريف عبد الفضيل. ترجع كوره من هاريسون، هاريسون كوره للدراجي، دراجي لمايكل، كوره للدراجي، والتسديده عاليه عاليه من اسامه اللي كان ممكن يعطي باس اليسار، موجود خليفه في مكان افضل. محاوله من الترجي الرياضي، محاولات نادره جدا من الترجي في هذا اللقاء. شوف الباس، كان خليفه يخرج راس راس، كان اناني شويه اسامه في هذه اللقطه، ومنع فرصه حقيقيه على الترجي من اجل امكانيه التعادل. تمشي كره طويله
الراسيه ترجع مره اخرى من اليشري. بركات يمنع التماس، ياخذ الكره، يدخل بركات، يوزع كره في منطقه الجزاء، ترجع الكره مع ضغط للتراوي، المتابعه من صابر خليفه، يعمل تغطيه والان يخرج نوارة. متاخر شويه وسيم. وسيم نوارة عنده الكره، انقذ الترجي من هدف ثاني محقق. صحيح ارتكب بعض الاخطاء لكن كرة متاع بركات كانت جول، كانت هدف 100%. يمشي الرام ويحاول يضغط مع ارتباك الرامو، ممكن جدا النيجيري يدخل ال 18. الرامو، الرامو والسيد، الرامو يلعب الكرة ليوسف المساكني، هذا ماتش المساكني، المساكني يوزع كرة ممتازة، فرصة مش معقول. الكنترول يا صابر، كنترول يا خليفة، دي كرة تجي مرة في العشر سنين. ترجع الكرة لفريق الترجي، شمام ممتازة جدا، شمام واللي يدخل ممتازة جدا، شمام يوزع كرة، وين الرامو؟ فرصة كبيرة للترجي، فرصة كبيرة وارتباك نوعا ما في دفاع النادي الأهلي. كنترول بتاع صابر خليفة كان يتعادل به الترجي. ترجع كرة وسط الميدان من غير أخطاء. يرجع الترجي يتنفس شوية مرة أخرى. دخول المساكني إن شاء الله يعطي حلول. هذا ماتش عودة يوسف المساكني بينما أفول في وضعية صعبة. الهيشري اليوم تقريب على غير العادة خسر لي ديوال الكل تقريب الهيشري بعد نصف ساعة ممكن في المباراة. بركات، بركات يمشي بالكرة، بركات يلعب لعبد الفضيل، يضغط النادي الأهلي وهاريسون أفول، هو التماس للترجي الرياضي. إذا تغيير تكتيكي، أفول يرجع ظهير أيمن ويحط في الرواق يوسف المساكني. يوسف المساكني بالفعل قد يكون رجل هذه المحطة والمرحلة الحاسمة من شامبيونز ليج الكاف. كانوا لحد الآن الدراجي أو الرامو ما تفوقوش على منافسهم المباشرين، وكان واضح أنه الضغط يكون عليهم كبير. يمشي بوتريكا يلعب كورة من غير خطأ، ما فيش مخالفة. ترجع الكرة عن طريق المساكني، يوسف، يوسف المساكني ممتاز جدا المساكني، والكرة تماس، تماس كرة لفريق النادي الأهلي دولة منه المساكني. طبعا أعصاب مشدودة من قبل الكل الموجود في استاد القاهرة. هذا تدخل على فتحي من قبل التراوي. ترجع الكرة عن طريق وائل جمعة، وائل يمشي الكرة، أحمد فتحي يطول اللعب لفرانسيس، يلعب على الكرات الطويلة. مبدئيا الترجي بتركيزه كان يفسخ كل الكرات العالية لأن نقطة قوته. الأهلي ما لعبلوش على تنويع اللعب، حاول يسدد قريبة برشا عبد الفضيل، مرة ثانية حاول. شريف عبد الفضيل يحاول. 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. يعني يطول في الكرة الفريق المصري. كان ممكن الترجي يخرج سلامات من هذه المعركة الفضائية بين ظفرين. ترجع كرة بركات، بركات في وسط الميدان، المساكني، المساكني يعطي كرة دراجي، دراجي يحاول، دراجي، شهاب الدين أحمد يتفوق مرة أخرى على أسامة، وتمشي كرة خطيرة، ثلاثة على ثلاثة، الباس صعبة جدا طلعت من غير خطأ، برافو الحارس، مرة أولى ما زالت صعوبة، ما زالت صعوبة، حبت الكرة طلعت، تضيق قدام وطلعت، ستأتي التسديدة، لا شهاب الدين أحمد يغلط، والترجي يغلط ولا يشري يخلص، والكرة تمشي دراجي، دراجي في وسط الميدان، دراجي وصل الكرة الآن، أعطي الكرة ليوسف المساكني، المساكني، ياكسيليري المساكني، الرامو، الرامو، والكرة فيها تاكلينج صحيح، ما فيش كلام، تاكل صحيح من السيد، يقدم فيه مردود ممتاز. حقيقة في هدف جاي. نتمناه طبعًا كتوانسة للتعادل، لكن أيضًا السيناريو للمصريين موجود متاح. لعب الكورة ما فيش كلام، اللي لينا لينا واللي علينا علينا ما فيش كلام. السيد تدخل سليم كما هنا ما فماش اوفسايد، ان شاء الله لاباس بالنسبة لشهاب الدين أحمد لأنه ممكن الإصابة قلق شوية. إذا 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني. جانب من الجمهور والحضور للأنصار، أكثر من 80,000 في استاد القاهرة، جمهور الأهلي كالعادة ملأ الملعب. جمهور الترجي الرحلات تقريب بدأت من يوم الاثنين
وهذه الكرة الأخيرة تاع الهدف الثاني الغريب اللي ضيعه فرانسيس مع فضل. هدف ثاني محقق وحصرت حسام غالي على هدف ضاع. الأهلي اللي خسر في المباراة هذه حسام غالي جده السيد معوض علاو على إصابة عندها أكثر من شهر الآن للاعب أحمد حسن لاعب الخبرة. روح رياضية كبيرة ترجع الكرة للنادي الأهلي. 21 دقيقة لعب في الشوط الثاني، ما زالت النتيجة 1-0 للأهلي عن طريق محمد فضل مع كرة باقية بحوزة الحارس شريف كرامي. طلعت يغسل الكرة بن منصور تمشي الهجري، كرة ترجع في النصف الراسية من قربي، يلعب كرة خليفة حاول الرامو، ضغط كبير على الرامو يلعب بين ثلاثة أربع مدافعين، ماذا سيفعل؟ لابد المساندة من القادمين من الخلف، هو يحط لك سباس مساحات وانت تستغلها. المساكني شد كرة أكثر من اللازم، لازم ليفيكاسيتي اليوم يوسف. ترجع مرة أخرى عن طريق فرانسيس يعطي كرة لتريكا، تريكا يوصل كرة أخطر خطيرة جدا وفتحي، والهدف الثاني، الهدف الثاني من أحمد فتحي، الهدف الثاني من أحمد فتحي. قلت لك السيناريو لا يستبعد، فرانسيس بوتريكا ويعطي كرة لأحمد فتحي وقذيفة من القادم من اليمين القادم من الخلف ليسجل الهدف الثاني للنادي الأهلي في منتصف الشوط الثاني. هدفين لصفر للنادي الأهلي اللي كان أخطر في المباراة ويتقدم الآن ب2-0 في منتصف الشوط الثاني في سيناريو قاسي جدا وصعب، صعب جدا على الترجي الرياضي التونسي. هذه الكرة عن طريق فرانسيس يبعد يحل اللعب، تريكا يعطي صابر خليفة ما مشاش مع صاحبه في الكوفرتور في التغطية، وابو تريكا لكرة وتسديدة من فتحي صاروخ. 2-0 للنادي الأهلي، 2-0 الترجي في 23 دقيقة لعب في الشوط الثاني. مباراة خسرت حاليا في أذهان اللاعبين الأهلي أنه تراجع، أعطاهم الرياكشن لامور بروبر الكبرياء بتاع الكبار، والترجي ممكن الكلام على أنه الأهلي وفاء خسر به المعركة ذهنيا قبل ما تبدأ. ترجع الكرة لهاريسون أفول، تمشي كرة طويلة، المباراة تزداد صعوبة من غير أدنى شك. كرة للنادي الأهلي، لحد الآن السيناريو اللي كان قال عليه حسام البدري قال بإمكان فريقي أن ينتصر وينهي المعركة في القاهرة، مازال اللعب مازال الكرة. الترجي يلعب على هدف في هذا اللقاء يقلب الطاولة ويرجع حظوظه كاملة للترجي. الترجي يلعب على هدف ضروري يا مساكني. يدخل محمد شوقي لاعب منتدب من المصري البورسعيدي وعنده تجربة الاحتراف في انجلترا مع البورو ميدلزبرا. قلت فريق عنده خبرة المواعيد الافريقية، عنده لاعبين نشطوا في الاحتراف، شريف عبد الفضيل لعب في ستراسبور، شوقي جاي من انجلترا، فتحي لعب في شيفيلد الانجليزي، يعني فريق عنده مجموعة خبرات كبيرة وكبيرة جدا. مثل هذه المباريات الحساسة للأمانة هي ماتشات خبرة. يخرج شهاب الدين أحمد، يدخل محمد شوقي نفس السلاح متاع البدري باش يلعب على المرتدات، هو الكرة تمشي لشريف عبد الفضيل في كرة طويلة، فرانسيس مرة أخرى يتفوق على يشري في خطا واضح ضد وليد اليشري. إن شاء الله لاباس بالنسبة لفرانسيس اللاعب الليبيري مع ممكن ورقة صفراء في وجه الهجري. نعم انذار على الهجري. والسبعين دقيقة ملعب الرعب في القاهرة تشتعل فيه المدرجات، تقريبا 75,000 مصري باعتبار يمكن 4-5,000 تونسي. 75,000 هنا في استاد القاهرة يشعلون المدرجات فرحا نتيجة التقدم بهدف لصفر. سبقوا مرة أخرى فرانسيس مد ساقيه الهجري وإصابة كانت واضحة مع إنذار مستحق للهجري.
اذا هدفي لصفر بواقع هدف عن كل شوط. هزيمة الإسماعيلية اعطت نتيجة ايجابية للأهلي. نعرف ان الفرق الكبرى يقول لك ما تخسرش مباراتين كبار ورا بعضهم. هذا اللي صار. تمشي كرة من نوارة. وسيم نوارة في كرة طويلة. يوصل ميدان بعيدة والجمعة. 20 دقيقة من الأمل. التونسي من أجل هدف تتغير به الحسابات. نقولوا في نتيجة الهزيمة 2-1 أحسن من 1-0 حتى. لكن هذا الهدف هذا هو المشكل الآن. الهدف صابر خليفة. يدخل صابر خليفة حاول يوزع فيها خطا للترجي. فيها مخالفة بربي مرة نستغلوا الهفوة نستغلوا خطا مثل ما استغلوا فتحي مرات. يلعب 10 لاعبين مازال النادي الأهلي في ظل إصابة مهاجم الليبيري فرانسيس. عملية دفع كانت من فتحي والخطا موجود لفريق الترجي. بوتريكا ما ظهرش ممكن في المباراة لكن هذه قوة تريكا. أعطاه باس يساوي مليون دولار أو مليون ونص دولار إلى بطولة الشامبيونز ليج. مليون ونص علاوة على مجد أبو ظبي في كأس العالم. كرة ستلعب لفريق الترجي الرياضي في الدقيقة 72. إمكانية هجومية توزيع راسية خطيرة وهدف للترجي كبير يا دراجينو. علي علي شبكة يا دراجي حط الكرة في الفيليه. 2-1 هذا اللي حبيته هذا اللي استنيته هذا اللي تمنيته هذا اللي هديته هذا اللي بيه كاد ممكن يقلب المعطيات والطاولة على الأهلوية. هدفي لهدف مرة نستغلوها طلبت منكم بالخالق ربي تستغلوها فكان الهدف فكان الهدف يا الله. خطا من شريف كرامي متابعه من الدراجي كبير يا اسامه. ما لعبش ماتش ما ظهرش في ماتش لكن جاب لي الماتش قربي شريف والحكايه فيها جول فيها هدف اسامه دراجينو. هدفي لهدف غير النتيجه غير سكور. 2 الأهلي 1 ترجي تونس. 2-1 هدف مهم جدا لفريق الترجي الرياضي التونسي. هدف جاء في وقته. 2-1 في بلاس 9 الجزيرة الرياضية. الأهلي 2 الترجي 1. هدف أسامة دراجي. ترجع الكرة القربي قربي. نلعب برشا ثقة لها ربع ساعة. نتيجة مقبولة برشا طمعنا في أكثر لكن كما قلت ونعاود نتحمل مسؤوليتي اللي ما قدرش الأهلي حق قدره بين فرين سامحني ما يعرفش كورة. وبالتالي أنا نعتبر النتيجة الآن مهمة 2-1. لو يجي 2-2 خير وبركة يا دراجي. امشي امشي يا خليفة سدد يا خليفة. وين ماشي وين زادم يا خليفة. خطا ضد صابر خطا ضد صابر. على كل حال يحسب لصابر مخالفة الأمل مخالفة تجديد الحلم مخالفة 17 من أكتوبر في رادس كما كانوا 80,000 الأهلوية. الوفاء والانتماء للأهلي سيكونون 70,000 هناك في استاد 7 نوفمبر برادس. هو في عديد المباريات العربية ديما في الحالة هذه نوريه العصفور. ما فهمتش المرة هذه علاش ما نوريهوش العصافر اللي تزقزق. نرجع للمباراة نرجع للقاء نرجع مع الكورة يا شريف. خط نوارة فتح باب التسجيل لفضل هو خط من شريف أعاد أبواب الأمل للعاصمين. هدفي لهدف عن طريق أسامة دراجي. أسامة دراجي في الربع ساعة الأخير اندفاع قوي. الأهلي لعب برشا صنعة لعب برشا ذكاء وبرشا خبرة لكن تقدر في كرة ثابتة. الترجي اليوم النتيجة تصبح مهمة وممتازة رغم أن أدائنا ما كانش ممتاز اليوم. الترجي يلعب خير الترجي أحسن من هكا برشا. على كل حال النادي الأهلي نحب نعطي الأحكام لحد الآن نقول ممكن يكون ضيع عبوره في المباراة الأولى لأنه مش يلقى الترجي سيء بعد أسبوعين مثل اليوم لكن إن شاء الله يعدي على خير. إن شاء الله يبقى هدف إسعاف للدراجي وأتمنى الإسعاف يا فرانسيس. حذاري الآن حذاري الآن حذاري في هذه الكرة في هذه الإمكانية. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي
الإمكانية القربي لا 2-2 الموت في الاستوديو الليلة. يمشي قربي يلعب السابر، لا الآن ممكن يدخل العياري أو لا عياري 2-1 فيه البركة فوزي. يدخل روجي مثلا في الوسط، روجي ارتكاز ثالث ويأخر السابر خليفة. نغطي وسط ميداني لأني نلعب بكتيبة اسمها كتيبة الأعدام، امسكني دراجي الرامو ومعهم صبر. الآن غطي وسط ميداني لأنه نتيجة ممتازة 2-1 حلوة برشا. يلا اف بي يخرج صابر، يدخل روجي توندوبا في وسط الميدان لعب ارتكاز. عندك الاختيار كوتش، تحب تدخل السويسي تدخل البوغانمي. المتابعة اليوم استثنائية في الجزيرة الرياضية لأنه في أمريكا وفي أستراليا لأول مرة حقوق البث للشامبيونز ليج بلغة العرب. نرجع للمباراة، ممكن يجي هدف الآن، يجي هدف من حقك لصالحك وخاصة نتمناه لصالحي. شوف الكرة، شوف القربي، حذاري من طلعت، حذاري من طلعت. ربي عداه على خير هالربع ساعة. 2-1 نتيجة ممتازة جدا في ظل ما قدم من أداء. ما كانوش في فورمة الأولاد اليوم، ثقل المباراة، قيمة المنافس، خبرة المنافس، الجرينتا اللي عباه الأهلي بصراحة تعبتنا برشا. نتيجة مستحقة تقدم الأهلي، لكن الهدف متاعنا غالي غالي جدا. اذهب معير ذوق 14 أو ذوق 21، ما نعرفش برشا في الذهب ال 21 ولا ال 24 هو الأعلى. على كل حال 21 مع 24 احسبوها، ذهب جديد، ذهب 45 اسمه أسامة دراجي. يمشي مايكل الرامو، حصل ركنية، جيب لي ركنية. ترجع الكرة مرة ثانية وسط ميدان الترجي عن طريق التراوي، يدخل مجدي، يدخل مجدي، كرة تبعد منه، كرة تبعد منه. ترجي مازال متقدم يحب يتعادل، وانا امنيتي انه يرجع شوية باش يأمن 2-1. ترجع الكرة وسط الميدان، لأول مرة لأول مرة النادي الأهلي يقبل هدف في القاهرة في دور النصف النهائي. تريكة خطيرة، تريكة صعبة طلعت والدفاع. ترجع الكرة، الكونتر الآن، جري الكرة، جري الكرة. كرة تضيع لفريق الترجي، ترجع للنادي الأهلي. والترجي 13 على 13. خطيرة جدا والتسديدة من بركات. إن شاء الله تنتهي المباراة، لأنه نعرف جمهور الترجي يقول لك نعدل، لا نقول له لتنتهي. عرفته فوزي، عرفته فوزي، يدخل خالد العياري، يحب يعدل فوزي البزارتي، يحب يعمل 2-2. ممكن تناقش الراجل، تحكي معاه، تختلف، أما تشهد له، تعترف له، تقر له إنه يرفض الهزيمة، يرفض الخسارة. إنسان كوموندوس، المنطق ممكن مع إنسان آخر يدخل ميليو، يدخل متوسط ميدان دفاعي مثلا توندو باروجي ويغطي في الوسط و2-1 عسل. فوزي يحب اكثر من العسل، يحب 2-2، لذلك يدخل عياري. استغلال المساحات لانه الاهلي مش راضي 2-1، رافض 2-1، سيلعب ل3-1 الاهلي. والبنزرتي مع ماهر يقول لك ممكن فرصه الكونتر. تمشي كره من وائل جمعه في وسط الميدان، ترجع الكرة للترجي العياري، العياري ياخذ كرة خالد ممتازة، العياري اللي هو برشا، العياري يحاول يدخل يضغط ما غير أخطاء. ترجع الكرة في النصف، معركة الوسط الآن، ففاول لا، الحكم يقول تماس. التراوي يخسر كرة. إنك تكون سيء وحاليا في هذه النتيجة فريق كبير باش يتخلق في كرة القدم الأفريقية، أنه تقبل هدف ضربة قاضية يقتل 2-0 في دقيقة 67، بعدها بأربع خمسة دقائق ترجع تسجل هدف الحلم، هذا يعني أنك تكون في مجموعة ممتازة برشا. شريف عبد الفضيل يرجع هاريسون من غير أخطاء، تريكا يخطى التمرير، ترجع الكرة العياري، عياري الهاريسون سيء جدا هاريسون، لكن شكون باش تحكي؟ عياري برافو، العياري يلعب كرة لو وصلت للرامو. ترجع الكرة مرة أخرى، ترجع الكرة مرة ثانية في وسط الملعب، ضغط بريسينج للترجي، جاهز بدنيا فريق الترجي. برشا قالوا الترجي دائما يتراجع في آخر ربع ساعة،
لا الترجي اليوم يجيب الجميع. جاهز بدنيا الفريق العاصمي مع كرة تمشي طويلة. صراحة أنا مثلكم بيني وبينكم حب المباراة تنتهي والساعة تواصل رحلتها، وصرت أطمع في تعادل. لما لا؟ يعني الطموح ليس سيء بل هو أساس حياة أي إنسان. لأطمح معك أيضا يا إيرامو. برا الشبكة قطعها الله يخليك، برا على الأقل الليلة هدف يساوي المليون دولار ممكن اللي حكاوا عليه واللي ممكن تمشي به. وأنا قلت في البداية وأكررها في النهاية، إيرامو باقي مع العاصمين. بركات يلعب الكرة في الوسط، يضغط الترجي بانطلاقة، يمشي القربي الفداية، قربي مش ممكن، القربي هو الحارس يتصدى. شريف كونتاكت كان موجود، هو الجمعة قربي ما فيها شيء. تمشي الكرة مرة أخرى، الترجي كمل مباراة أفضل، الترجي كمل مباراة أقوى، والكرة ترجع عن طريق عاشور. عاشور يعطي كرة في الكلوار، بركات العياري، شريف، عبد الفضيل، عاشور، حذاري من انطلاقات فتحي، مساكن يعاون شوية الشمام، ترجع الكرة توزيعة حذاري هيشري، وقف الكرة العياري، يضرب الكرة كما جات، ممكن جدا فيها فاول، فيها فاول ما فيهاش، أنت تحكم. ترجع الكرة مرة ثانية، مرة أخرى للنادي الأهلي، ما فيهاش فاول، يدخل دفاعنا. ترجع الكرة في الوسط، دراجي، دراجي يحط السقيه، والكرة ترجع للسقين الأهلاوية عن طريق عبد الفضيل. شريف عبد الفضيل يمشي كرة، بركات، بركات في النصف، بركات يرجع في وسط الميدان للنادي الأهلي عن طريق عاشور. عاشور الريتم يدور، الكرة تدور، تمشي الكلوار عن طريق العشرين، يلعب الكرة حذاري، 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 محاولة جديدة، والتوزيعة والرأسية باليشري، رجعت الثقة للمعسكر التونسي. ترجع الكرة مرة أخرى، عاشور، ما غير فاول ممتاز، برافو. كرة للترجي مع خطأ، فاول لفريق الترجي التونسي. هدف في العادة قد يجعل من 17 من أكتوبر ليلة خارقة للعادة. هدف الدراجي رقم 5 في بطولة أفريقيا هذا الموسم، يتعادل مع الغائب البارز وجدي بوعز. هذه اللقطة الأخيرة وهذه أمامكم بين القربي ووائل جمعة. نرجع لختم الهجري، 6-7 دقائق هي الأصعب في مشوار البطولة. 2-1 أحسن من 1-0، لأنه هدف واحد يكفيك. ترجع الكرة، ترجي يعرف فاش عليه الآن، لك العياري، العياري ممكن يرجعنا، العياري، عياري يلعب كرة، تراوي، تراوي، عياري، خالد، خالد يسدد التعادل. لا، أوه خالد العياري كان ممكن يتعادل. من كرة مباراة، من كرة 2-2 بعد ما كنا خاسرين باثنين، العياري يلعب كرة، كانت كرة ممكن تكون تحب أكثر الترجي، كان ممكن تتفاعل أكثر مع الترجي. البدري يتابع المباراة والترجي يضغط في آخر المشاوير. حذاري من الكرة، حذاري، توا السيناريو معروف في التعليق، الكرة عند الأهلي حذاري، والكرة عندنا خطيرة، أو اتفقنا. ترجع الكرة مرة ثانية للنادي الأهلي، باس واثنين عن طريق عاشور، عاشور الشوقي، شوقي يلعب البورسعيد المصري عن طريق الأربعة، عبد الفضيل، إيرامو، والكرة تمشي لشوقي، شوقي في وسط الميدان، بريسينج العاصمي، بريسينج التونسي ممتاز، قربي، برشا تأخير، صافرة الليبي الراعي. شوف الكرة الأخيرة، الخطأ موجود كان للنادي الأهلي. هذا هو خالد القربي. الآن 85 دقيقة مهمة جدا المباراة. ترجع كرة حذاري ويخرج الحارس نوارة. وسيمي وقف كرة، وسيمي وقف الكرة. ستعود للترجي التونسي. استغلال في مباراة الكرات الثابتة الحقيقة. كما قلنا أنه استراتيجية القمة المصرية التونسية، هذه المواجهة العربية بالثوب الأفريقي ستحسن من كرة ثابتة. كرة ثابتة فتحت التسجيل الأهلي، وكرة ثابتة أعادت الآمال للترجي. الرامو ممتازة، جيب الكرة وادخل، ما زلت نطمع، ما زلت نطمع. تمشي الكرة عن طريق التراوي، التراوي ناقص الكرة وخطأ. فاول أحمد السيد، ماذا قرر الحكم الراعي؟ خطأ لأحمد السيد أو ضربة مرمى؟
في كل الأحوال هي كرة للنادي الأهلي. هنا التاكل متاع العياري والخطأ كان للسيد، خطأ موجود لأحمد السيد مع كرة ترجع بن منصور بالرأس، بن منصور بالقدم اليسار يلعب كرة طويلة تمشي وسط الميدان. شهاب الدين أحمد أو حسام عاشور، شهاب الدين خرج وتخلى بديل عنه شوقي. 86 دقيقة، 86 دقيقة، الأهلي يريد على الأقل 2-1، الترجي يرفض الهزيمة في الكايرو. تمشي كرة للتراوي، للتراوي للرامو، الرامو طاح وحده مايكل، لكن ممتاز العياري حقيقة، اختيار العياري يقدم الإضافة لحد الآن. ترجع الكرة من وائل جمعة، وائل جمعة حذاري بالرأس، وليد الأيسري يرجع يتفوق في الريجيستر. أيريان لاعب التونسي، اللعب الفضائي، برشا أخطاء من النادي الأهلي، خايب برشا الأهلي، دراجة أوفسايد، تسلل ضد أسامة، تسلل ضد أسامة. هدف ثقيل برشا اللي سجله دراجي. نحكي اعطيني اعطيني الكوره الشعره يمكن فيها ولا لا، لكن ما نحبش نجزم لما مانيش متاكد، يعني على الشعره الاوفسايد لصالح او ضد. 87 دقيقه، الاهلي هدفين لهدف على ترجي تونس. ترجع الكوره، حذاري كانت مكشوفه باش يلعب له، التوزيعه خطيره، هاريسون افول. ترجع الكرة مرة ثانية صعبة جدا، لكن الترجي موجود، هو الكرة تبقى لبركات، بركات يوزع كرة والحارس، ترجع الكرة عند الحارس نوارة. جمهور الأهلي واللاعبين يطلبوا بينالتي، والمساكني يدخل، شق الطريق يوسف، مشيت معاه الكرة، مساكني والكرة تضيع، كرة تضيع لأنه ما كانش فيه مساندة من الخلف. الشوط الثاني في العشرين دقيقة الأخيرة مثيرة جدا للأمانة، بعد هدف الترجي 2-1 شفنا كرة، والفريقين يحبوا يسجلوا، روعة روعة. العشرين دقيقة الأخيرة ما فيش خطأ، الحكم كان قريب يقول له ألعب، ضيع كرة مساكني، لازم نشد الكرة الآن في 88 دقيقة. كرة للنادي الأهلي، كرة للأهلي، فتحي، فتحي يلعب الكرة لشوقي، شوقي تتهيأ الكرة لفريق النادي الأهلي، يوزع كرة مرة أخرى والحارس نوارة ممتاز، وسيم برافو. شفت كرة القدم معنويات، النادي الأهلي كان خايف لما سجل هدف ركب المباراة، وبصراحة كان الأفضل في اللقاء. الترجي بعد الهدف ولا يشك في روحه، قبل الثاني غرق، لكن الهدف متاع الأمل رجع الترجي يلعب بإمكانياته أو حقيقة مستوياته. على مستوى حراسة المرمى حارس شفناه مركز وثابت، حارس سور من نفسه، واثق من نفسه، ثم الدفاع ولا يربح في الحوارات الثنائيه. وسط الميدان جرين توزو بشكل كبير، والهجوم العياري ده يخلق في خطر واضح على دفاع الاهلي ما شفناهش قبل 2-1، يعني ممكن ثلاثة تعرجات للماتش، 1-0 للاهلي، 2-0 متاع الاهلي، ثم 2-1 اللي من بعد شفنا فيها ماتشين لفريقين لنادي الترجي الرياضي التونسي. اشتعلت المدرجات في مباراة النادي الأهلي 2 الترجي 1، مازال تقريب دقائق الوقت البديل، 90 دقيقة في استاد القاهرة. النتيجة هدفين لهدف للنادي الأهلي. يرجع وسيم نوارة، كرة عند فريق الترجي، تتنفذ المخالفة لفريق الترجي مع كرة العياري، العياري والاوت. مباراة تحددها الترجي للإياب إن شاء الله يوم الأحد 17 أكتوبر في الساعة 7:30. تماس من شريف عبد الفضيل، ترجع الكرة لأحمد السيد، السيد يلعب الكرة لوائل جمعة، وائل جمعة عن طريق أحمد فتحي، أحمد فتحي كم أضاف الحكم.
الليبي الراعي الوقت البديل ممكن زاد 4-5 دقائق بانتظار التأكيد، بينما هنا خطأ آخر ضد خليل شمام، فاول لفريق النادي الأهلي. دخلنا الآن الموني تايم كما يقولوا بلغة السلة، هل فيها مخالفة؟ الحكم يقول خطأ. هو زياد دربالي تغيير العادة الآن، لأنه الأهلي مش يطول اللعب، مش يلعب الكرات الطويلة، وبالتالي دخول الدربالي من أجل صد الكرات العالية. تمشي الكرة الفتحي، تمشي الكرة لأحمد فتحي، إمكانية التوزيع لأحمد فتحي. حذاري من هذه الكرة ترجع بالرأس، والكرة تخرج ركنية من وليد العيشري، ركنية لفريق النادي الأهلي. نلعبوا في دقيقة ونصف في الوقت البديل. تغيير الترجي سيتم الآن بدخول الدربالي، بينما كرة ترجع خطيرة. حذاري هاريسون أفولي بعد الكرة، بعد الكرة هاريسون. كل الترجي في دفاعه طبيعة الحال. وصلنا للوقت القاتل الآن عن طريق شريف إكرامي. إكرامي الكرة الطويلة، دخول الدربالي موفق جدا أمام الكوتش، بينما يخرج نوارة. خطأ مرة أخرى، مش معقول، مش معقول. ماذا يفعل وسيم نوارة؟ الحلم كاد يضيع من خلال أخطاء زايدة من الحارس. تمشي كرة طويلة، الرامو، الرامو يحاول مايكل، أيوة الغزال، الرامو، الرامو يلعب الكرة للترجي. مساكني، مساكني دراجي، والتسديدة والتعادل. الله من كرة القرب، الله من اقتراب القرب، رائعة الكرة، التسديدة من خالد، والكرة ضربت ركنية. شوف الباس، شوف الكنترول، شوف التسديدة. كرة عمرك، كرة عمرك، ليلة عمرك، سامحني مدام، هذه هي ليلة عمره، ليلة عمره، هدفنا في الكايرو خالد القربي. روعة الحارس صراحة، كبير برشا الحارس الكرامي في البارات، رائعة، وجدت الأروع كما اعتدت القول. الكرة الأخيرة للترجي من أجل تفادي الهزيمة، من أجل 2-2 هنا في استاد القاهرة. تمشي كرة عالية بالراس، دربالي، وفيها خطأ، فيها صعود على ظهر المدافع. إذا قرار صحيح من الحكم الليبي عادل الراعي، في خطأ على الدربالي. خسارة لأن تعادل، لأنه لو حبتنا الكرة وتعادلنا لكانت كرة القربي، لكن الله أعلم، لننتظر. لكن شكلها 2-1. شريف عبد الفضيل، حذاري رجع بالكرة بالمنصور، وقف الكرة، ممتاز في وسط الملعب. الخطأ ليوسف المساكني. مباراة ذهاب صعبة، صعبة جدا كما كانت التوقعات. مباراة الإياب أصعب كما هي التكهنات. الترجي حاليا 1-2 يحفظ حظوظه بهدف دراجينو، والترجي الحقيقي شفناه في العشرين دقيقة الأخيرة بعد هدف أسامة. 3/4 الماتش باستثناء ممكن بداية الدقائق الأولى ما كانش واضح، ما كانش حاضر، وانتهت حكاية الشطر الأول، انتهت تفاصيل الشوط الأول. الأهلي 2 الترجي 1 في شوط ثاني مثير، في شوط ثاني شفنا فيه كورة، شفنا فيه جرينتا، شفنا فيه إصرار من الفريقين وروح رياضية على المدرج أو على المعشب الأخضر. تنتهي من الكبيرين النادي الأهلي والترجي الرياضي التونسي. مبروك للأهلي هذا التقدم، هو لن أقول هنيئة لأن الخسارة دائما خسارة، لكن شكرا دراجي لهذا الهدف الذي سيحفظ للترجي حظوظه وإمكانيات صعوده بعد أسبوعين في لقاء رادس. كونوا 60,000، كونوا 70,000، كونوا حتى 80,000 في درة المتوسط، دفعا ودفاعا عن نادي وطن من أجل نهائي الشامبيونز ليج. هنا حكاية شوط، وغدا حكاية ثاني، فبانتظار هذا الفصل الثاني في استاد الكايرو. هذه تحياتي، إلى اللقاء، وبانتظار موعد رياضي قادم عبر البرتقالية، في انتظار